مساء الخير. ما يميز البرامج الدينية في الإعلام المرئي عندنا ظهور العديد من الشيوخ الذين أثاروا جدلا واسعا حول أدائهم من حيث الفقه وتبسيط بعض الفتاوى، وثانيا انغماسهم في بعض القضايا الاجتماعية التي تعد من تابوهات أو أسرار البيوت. ظاهرة شمس الدين جديرة بتسليط الضوء الذي يفتي ببساطة يفهمها العام والخاص، مع أن البعض يتحفظ عليها، ولعل ما يثير ذلك هو فوضى الفتاوي وغياب منصب مفتي الجمهورية. للوقوف على ذلك استضفنا الشيخ شمس الدين أو المعروف شعبيا بشميسو. أهلا بك. أهلا وسهلا. نورت شمس أفهم. يا الله آمين إن شاء الله. نورت شمس أفهم، وحقيقة أنا اليوم نقول معقول يعني عندنا اليوم شمسين، شمس أفهم و الحمد لله شمس. أهلا وسهلا بك. أهلاً. حقيقة نورتني. شكرا. طيب جزيلا، في البداية لو أسألك شيخ شمس الدين، من هو شمس الدين؟ والله يصعب على الإنسان يعرف نفسه، ولكن أنا إنسان بسيط عامي جدا، يعني شيخ شمس الدين الجزائري. أنا ولدت في بلكور في سنة 65، أمي شريفة فاتيحة وأبي عبد القادر مجاهد. طبعا وجههم تحية. مجاهد. وعندي 9 بين إخوتي، 7 ذكور 3 بنات. تربيت عند فضيلة الشيخ محمد رحو بمسجد الإمام العربي تبسي. أنا نهلت من ثقافة العقيبة، أنا وليد العقيبة، وليد أعماق 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 الجزائر، وتتلمذت على العلامة الشيخ محمد رحو في الفقه والعقيدة واللغة والمنطق والأصول والتاريخ وكل والسنة وتفسير القرآن الكريم. فأنا إنسان بسيط جدا، لن تجد في حياتي الكرامات ولا المناقب ولا الأشياء العظيمة، وأنا بسيط. ولكن حققت، يعني حققت مجد، حققت شهرة، والله الحمد حققت لله. نجاح، حققت محبة شعبية كبيرة، يعني هذا الشيء نشهدوا لك بذلك. هو الحب لا يلد إلا الحب. أنا تربيت في الحب والحمد لله، تربيت بالحب. والشيخ الذي تعلمت عنده علمني الحب وكيف أحب الناس وكيف أحترمهم وكيف أستفيد منهم وكيف أنظر إلى أن كل الناس أفضل مني. والحب لا يلد إلا الحب. نعم. الحب يلد الحب. هذا الحب اللي نشأته في قلوب الناس أنا نشوفه الآن. تصوري أطفال صغار ما زال ما دخلوش المدرسة. نعم. يجري باش يشوفوا برنامج انصحوني. ويعيطوا الوالديهم باش يشوفوه. ويتجلسوا ويصبروا. بماذا تشعر لما تشوف كل هذه المحبة؟ والله أنا دعيت ربي، أنا دعيت ربي أن نوصل الإسلام إلى الجنين في بطن أمه لو استطعت. الله أكبر. أنا نكون سعيد لما نشوف الناس تتبع هذه شريعة الله، ولازم تدخل كل البيوت. نعم. وما هوش غريب أن الناس تسمع برنامج ديني، الغريب كيما تسمع لهش. الحاجة العادي في الإنسان الجزائري أنه إنسان مسلم، مهما كان يصلي ما يصليش، متحجبة مشي متحجبة، ولكن قاع يحبوا الدين، قاع يحبوا ربي، قاع يحبوا الرسول، قاع يحبوا الإسلام. ولما جاء الشيخ شمس الدين يخاطبهم باللغة اللي يفهموها. أنا يما تقول له عجار ما تقولش النقاب، أنا نقول له عجار لع الناس قاع تفهم. وكلمة العجار يعني كلمة عربية. كلمة عربية في صحيح البخاري. فجئنا معتجرات. أنا نخاطب ناس بما يفهمون باللغة اللي يفهموها. أنا ماشي مصري، ماني سعودي، ماني سوداني، ومانيش إيراني، أنا جزائري. أكيد. نخاطب الشعب الجزائري باللغة التي يفهمها والمنطق الذي يفهمها. وهو كذلك. طيب قلت لي بأنه أنت تتلمذ عفوا على يد الشيخ محمد رحو رحمة الله عليه. لو أسألك كيفاش بدأت القصة؟ أنا حابة نعرف الحادثة من البداية. من شجعك على ذلك؟ أول القصة نتاعي مع فاضيلة الشيخ، أنا كنت صغير، يعني كنت في الابتدائي. حوالي نقوله 5 سنوات. يجوز إنسان على بيتنا، إنسان لا أعرفه جايز على بيتنا، قال لي أنت يا أراضي عليك شيخ محمد. وأنا ما كنت أعرف أصلا شيخ محمد، وما نعرف فكرة يرضى علي الشيخ ولا ما يرضىش علي، ما نعرف جات الفكرة أصلا. قلت له علاه؟ قال لي أروح للجامعة وكاين إنسان صالح قل له يرضى عليك. فأنا بالنية تعرفت لي يما، قلت له يما، وقال لي قلت لي روح وش خسرت، قلت لي قولوا يدعي لك باش نجح في القراية. لكن انت وش قلت لها مع الأول؟ قلت له يما، وجاز واحد الإنسان قال لي روح للجامعة شوف الإمام قولوا يرضى عليك. قلت لي روح وش عليه، يرضى عليك عالم، هذا عالم من علماء المسلمين، روح حاجات على خير.
فذهبت إليه صبت يقع وهو نور على نور. فلما قلت له يا شيخ جيت باش ترضى علي يضحك، جاه ضحك علي يا شيخ تعجب فيا ضحك التعجب. قال لي راك تحضر الحلقه مغرب العشاء؟ قلت له مانيش نحضر. قال لي احضر مغرب العشاء وبعدين نرضى عليك ولا ما نرضاش عليك. الله. فمن هذيك الجلسه الاولى منو حتى وليت نطلع ندير الخطبات على المنبر. يعني ما خليت حتى جلسه، ولكن يعني انا العصفور قال لي بانه حتى الوالده ديالك انت كنت صغير طبعا، والاطفال يعني معروفين بالشقاء انه يحبوا يلعبوا ويحبوا كذا. قلت لها ما نروح شو كيفاه وعلاه؟ قالت لك لا لا روح ولكن باش ندعي لك. صح هذه حقيقة. نعم. أنا كل خير وصلني فمن طرف أمي، كل خير أنا فيه سببه أمي. نعم الحمد لله. كل خير جاءني سبب دعوة أمي. فهي كانت الخير الكثير في حياتي، كانت تعطيني 500 نيشة في 500 وباش نروح لعمي سعيد. عمي سعيد كان يقرينا في الجامع يقري القرآن. تقول لي روح لعمك سعيد وقرأ عنده، تعطيني 500 باش نخلصه، وحريصة حريصة على أن أقرأ القرآن. فكل خير جاءني فمن أمي. هذه الدموع لها معنى أكيد. أنا أمي حاجة كبيرة في حياتي، ربي يحفظها، كان حاجة كبيرة بزاف في حياتي وفيها الخير والبركة. وحتى لليوم السبحة وقيام الليل والذكر ورضا، أنا كي أمي تقول لي أنا راضي عليك خلاص. والحمد لله شفتها في رؤيا لها أنها من أهل الجنة إن شاء الله. اللهم أمين. ماذا أهديتها؟ نهدي لها أنا يما، وش نهدي لها؟ أنا حياتي كلها ليما. كل خير أفعله نتقاسمه معها، كل دعوة نديرها نتقاسمه معها، كل دعاء أنا ما ننساش دعائها. مؤخرا ربي وفقني والحمد لله، يعني ما داش حاجة كبيرة ولكن أرسلتها إلى العمرة، بس ما هيش حاجة كبيرة. نعم. واحد المحسن كي رحت لفرنسا، واحد المحسن هدا لي عمرة، أعطاني يعني بصراحة أعطاني 1000 أورو، قال لي هاك الشيخ أنا أحبك تروح تجيب عمرة. نعم. وأنا مستحق نروح نجيب عمرة، ويما مسكينة حابة تجيب عمرة. فلما جيت قلت لي يما واش دير راك بعتها العمرة. فاتصلت به قلت له يا أخي العمرة اللي هديتها لي ليا أنا هديتها إلى أحب الناس إلي وهي أمي، ففرح والحمد لله. ودعات لي والحمد لله. نعم. وهذا هو البر بالوالدين. شيخنا لما تشوف اليوم في شباب يعني يرمي والديه إلى دار العجزة، يعني مصيبة ماذا كبيرة. تشعر ماذا تقول في تلك اللحظة؟ أنا متأكد أن الله تعالى يعني يقدر يغضب على الأمة كلها بسبب هذا الفعل. يعني ربي قال وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك. عندك لازم كي يكبروا يكونوا عندك، ماشي في دار الشيخوخة. كلمة عندك هنا ما هي زائدة في القرآن. تصور إنسان يروح إلى أحب الناس إليه، شكون أحسن إليك كما يمك؟ شكون حملك في كرشو؟ وريلي إنسان في الجزائر هذا مستعد يفدك 6 شهور في يده، يمك 9 شهور في كرشها وعامين في يدها، كليت من صدرها، كليت من صدرها. في النهاية يروح يرميها في دار شيخوخة. حرام تكون في بلاد المسلمين دار شيخوخة. أنا ضد هذه دار شيخوخة. أنت ضد دار لازم تتنحى، ما كاش منها. لي حب يرمي بابه ويمه نوفر له مكان، يعني نسهل له المهمة. لكن أين هو الحل؟ يعني الحل هاو الحل. أنا قلت الحل وقلت قديما بس ما صدتش لي يسمع لي. يا خويا ديروا مراكز كما يقولوا استجمام. شفتي فندق الغزالة الذهبية في الواد؟ دي فندق جميل فيه أطباء فيه حدائق. اللي يحب ماشي يرمي باباه، نبعت باباه يرتاح. نعم. نبعته شهر شهرين نخلص له التحميمة باطل، الحدائق الماكلة مليحة، الأطباء قايمين به، يروح يريح. بصح نخلص نخلص احنا. لا لا داو اللي يحب يرمي باباه مجانا. مصيبة هذه يا باش نسهلوا للناس. يعني يا أنت مولي ترى بأن هذه المراكز أو هذه الديار تشجع تشجع الشباب على، وأنا أسميها مراكز التعذيب النفسي. مراكز لكن التعذيب لكن النفسي. هذه وجهة نظر، ربما وجهة نظر اللي بنا هذا الديار يقول لك أنا باش نحمي هذا الأباء، لأنه لا لا لم يحميها. أبناء كين أبناء عصات، كين أبناء حتى القلوب تحم يعني متحفين. هو الإنسان يرمي باباه لابد أن يدخل إلى السجن، يعني الأمن يتحرك يعني ويوقف. العقاب القانون لابد أن يعني واجب المحافظة على الأصول. نعم. ولكن لما ندير له انا مركز ونقول له اذا تحب ترمي باباك جيبه ارميه تهنى منه. والملاحظه ان هذوك اللي عايشين في بيت وكوزينه ماشي هما اللي مروا والديهم. روحي نديك وتشوفي. نعم. طبقه اللي لاباس بها اللي قادر يبني حتى لباباه دار. فقضيه اذا ماشي قضيه ضيق المسكن.
قضية ضيق القلوب. نعم نعم الرسالة وصلت. طيب ما سر يعني أو ما قصة أستطيع القول حبك للون الأبيض؟ أنا أحب اللون الأبيض. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الألوان إليه هو البياض. هو البياض. أنا منذ أن عرفت هذا وليت أن أحب اللون الأبيض. والجزائر تسمى الجزائر البيضاء. والعمامة الجزائرية معروفة البيضاء. فقط العمامة ترتدي العمامة بيضاء، ماذا أيضا؟ لا أنا أرتدي إن شاء الله كل شيء أبيض. أنا القشابية عندي حتى الأحذية لا تغيرها دائما. لا أحب البياض. واحد النهار خرجت من بيتي وأكرمك لا تقطع لي حذائي في الطريق، ستروحي مضطر باش نجي للنهار شريت حذاء أسود. أيوة. فالجماعة هنا كلهم تعجبوا، حتى بيتي لما دخلت زوجتي وبناتي تعجبوا كيف أنا لابس حذاء أسود لأني أنا تعودت على أحب البياض دائما. لكن ماذا عن الأسود؟ والله الأسود هو لون جميل جدا يعني. والعبارة ليست في البيض والسواد، الكفن وأبيض وهو يفزع بالضبط. يعني ألا يخيفك؟ لا يعني أبدا أنا لا أخاف الأسود. لون الكعبة الله يحفظك أسود يعني. لون الكعبة أسود وكل الناس تحبه، ولون الكفن أبيض وكل الناس يفزعها. نعم. قضية ما يشفي الأبيض أو أسود، وإنما المعاني وراء ذلك. المعاني وراء ذلك. فأنا أحب البياض لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب اللون الأبيض وهو أحب الألوان إليه. طيب ماذا عن قلبك؟ أبيض؟ يا الله إن شاء الله، اللهم اجعلني كما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. طيب فيه سواد، بما أنه أكيد أي إنسان يطلب المغفرة، كم فيه نسبة من السواد؟ أنا أدعو الله دائما باش نكون نحب كل المسلمين. أنا ما عنديش حقد على أي مسلم حتى يعني لست حقه. لا أبدا، حتى الناس شوفيني نرد عليه وقدر أنا نرد عليه بالحب، ما نردش عليه لأني نبغضه ولا نكره ولا ما نحبوش ولا نتمنى له يدخل جهنم أبدا. نعم. أنا أعدائي ودعيت لهم بالخير، أدعي لهم بالهداية. أعدائي ودعيت لهم بالهداية. أعداؤك الكثر؟ أكيد كل عدو للمرجعية الوطنية فهو عدوي. كل إنسان ما يحبش الجزائر عدوي، كل إنسان ينشر التقسيم في المجتمع الجزائري عدوي، كل إنسان يفتي على باطل فهو عدوي. هو بالضبط موش عدوي، هو عدو إلى هذا المرجعية التي أنتمي إليها. لكن ألا تعتقد بأن الاختلاف في الفتوى أحيانا يكون نعمة ورحمة؟ يعني نعم. الاختلاف يعني لا يفسد الود قضية. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له أصل من الدين. الخلاف محمود. الإمام مالك اختلف مع الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، ماشي هذا اللي نتكلم عليه. أنا أتكلم على الإنسان الذي يخالف الاختلاف التضاد. يعني إنسان يأتي باش يدمر المرجعية الوطنية. أما أننا نختلف، نقول لك باش الناس تفهم الاختلاف في الدين. أنا مسافرين وخصنا الماء. كل واحد فينا راح في جهة يحوس على الماء، اختلفنا. الآخر راح شرقا وأنا راح غربا، ولكن قاعنا نحوسوا على الماء، الهدف واحد. هذا اختلاف محمود مقبول في الشريعة. أنا نحكي على الناس اللي حابة تدمر المرجعية أنت الوطنية. مع مبدأ أن الغاية تبرر الوسيلة؟ لا لا أبدا، الغاية لا تبرر الوسيلة، وإنما الغاية حكمها حكم غايتها. يعني الوسيلة حكمها حكم غايتها. الوسيلة حكمها حكم غايتها في الشريعة. إنسان يشري السكين باش يذبح الكبش في العيد عنده الأجر، يشري السكين باش يقاطع حرام عليه، مع أن السكين وسيلة. نعم. سواء للحرام أو للحلال. الحبوب تاع الدواء الكاشي يشربها إنسان مريض بالحمى يجوز له عنده أجر، ولكن يعطوها يشربها إلى رضيع يموت يقولوا حرام عليهم. فالوسيلة ليس لها حكم، وإنما حكمها حكم غايتها. على حسب الغاية. على حسب غايتها. أنا لست ميكيافيلي أقول الغاية تبرر الوسيلة. نعم وهو كذلك. طيب ماذا عن أستطيع القول تراب أرض عين الدفلة ماذا يحمل لك؟ والله أنا أحب عين الدفلة، مانيش صايف حاجة تميز عين الدفلة. نعم تحبها فقط؟ أنا أحب عين وشوف أنا الجزائر هذه أعشقها، مش نحبها، نحب تزاي ونموت على تزاي وتربيت وأنا نحب تزاي. لكن عين الدفلة ماذا ترمز إليك؟ عين الدفلة أنا الشيء اللي نعرفه على سكان عين الدفلة، بلد الرجولة، بلد الوفاء، بلد الكرم. فيه مسقط رأسك؟ لا أنا ولدت في بلكور. أنا في بلكور. أنا زايد. أنا زايد في بلكور. لكن عشت في عين الدفلة؟ لا أبدا. أنا ولا ما مرة. عشت. زرت عين الدفلة. عندي أحبابي في عين دفلة، عندي أصدقائي، بس أنا ماشي مولود في عين دفلة. الناس اختلفوا أين ولدت. سمعت واحد يقول في جيجل. نعم.
لاني انا وليد بيلكور اغلب سكان بيلكور مجواجنا. بعضهم يقول انا قبائلي وهذا صحيح لان امي امازيغيه بالصح. انا زايد في بيلكور في العقيبه. نعم نعم وهو كذلك. اذا نستوقفك نعم. شيخ شمس الدين نروح الى فاصل ولنا عوده ابقوا معنا. عودة إذن من جديد ومعنا شيخ شمس الدين طبعا الملقب بالاسم يعني من ناحية الشعبية شميسو. إذن أهلا وسهلا بك مرة أهلا أخرى. شكرا نعم جزيلا نعم. طيب يعني كنا توقفنا على أرض عند دفلة أنت قلت أرض بيلكور يعني أنت مسقط رأسك بأرض بيلكور. نعم. طيب يعني شيخ شمس الدين أحيانا الإنسان يخاف من أشياء، شمس الدين مما يخاف؟ الله يعلم أني أخاف الله وأخاف ذنوبي. أنا ما كاش حاجة تخوفني كما ذنوبي، لأني نخاف أن ألقى الله بالذنوب. هذا هو الإنسان اللي لازم يخاف. أما تخاف مخلوق كما أنت وش هو تاني حملته ما في 9 شهور. أنا لا أخاف إلا الله جل جلاله وذنوبي، هذه الحاجة اللي تخوفني. الموت لا يخيف. لا أنا لا أخاف الموت، بل هو غايتي وأمنيتي ووسيلتي، فبه يتاح لي اللقاء ورؤية قائد القادات محمد. الموت هو أجل، تخاف ولا ما تخاش، أنت ميت ميت. نعم. وش الفايدة أنك تخاف من الموت؟ وش يدير لك الموت؟ إنسان يخاف الله، يعني الصحابة كان يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصاعي. المهم أن تموت على الإسلام، كل من عليها فان، هذه حقيقة نعرفها وحافظنا وشايفينها بأعيننا، فالموت لا يخيف. لكن تتذكر الموت يعني في أي لحظة ولا ما تتذكروش؟ أنا دائما أتذكر أني سألقى الله وعلى بالي بلكي النهاية، وهذا النهاية جاية حتما، ولذلك دائما نعمل باش نكون مستعد. يعني لو فرضنا جاءت نهاية كيف تستعد لها؟ أنا أستعد بأن أحافظ على صلاتي، وأستعد أن أحافظ دائما أن أكون على وضوء، وأستعد أن أكون طيب مع الناس. أنا نخاف تجي لحظة الموت مثلا وأنا عاصي الوالدين، ولا يما ما يش راضي عليا، ولا بابا، ولا نكون ذات الشرف إنسان. فهذا دائما نحرص باش نكون إنسان صالح. الوقت ما جاء الموت
نقول الحمد لله عندي باش نلاقي ربي وعندي باش طيب تفكر يعني ان شاء الله عمر طويل بعد عمر طويل. نعم سنعلن عن المفاجاه. تفكر ان شاء الله يا رب بعد عمر طويل اقول في انك تعمل وصيه، ربما وصيه لابنائك، وصيه؟ نعم انا افكر ان اكتب وصيه للشعب الجزائري وليس لابنائي. نخلي وصية للشعب باش يعرف الطريق الصحيح، الإسلام الصحيح، المرجعية الوطنية، أن يحافظ عليها. لأن المحافظة على الأمة ما يش في الأمور المادية، العقيدة، كيف يبقى الشعب موحد، كيف ما تنكرش خوك، كيف ما تقسمش الأمة. أنا أفكر في كتابة وصية تبقى نصيحة لهذه الأمة، نصحتها في حياتي وتبقى نصيحتي لها بعد موتي إن شاء الله. يا رب أكيد تكون وصلت. طيب يعني في أشخاص أكيد على بالي أعز على قلبك، ولكن في شخص ربما تحبه بزاف، صديق لك، لو نقول لك شكون يعني؟ والله أصدقائي كثير، ولكن أظن إذا راكو بالك حين الله أعلم تقصدوا حبيبه ابني، والله أعلم. وعندي أحبابي كثير أكيد يعني. هذاك ابنك ولكن نحن نقول صديق. طيب يعني أنا أطلب من المخرج أنه نعم، إذا نحن في انتظار المفاجأة. هذا صديق عزيز على قلبك، هو أيضا يحبك جدا، واسمه يعني من الأسماء، من أبرز الأسماء الموجودة بالساحة، سواء كان الإعلام يعني من ناحية الساحة الإعلامية ولا حتى من ناحية الدينية. ما شاء الله. نعم. الله ما شاء الله. نعم. نقدر نوقف نسلم عليه؟ أكيد طبعا. الله ما قلتي لي اسمين الشيوخ. أنا لا أقول، قلت صديق. نعم. نعم إذا الشيخ علي عيا، تفضل شيخنا، تفضل. أهلا وسهلا. قلت لي اسم الشيوخ، انا حسبت، انا قلت صديق عزيز. إيه ولكن ما في أناس هذا اكثر من صديق. نعم. انا الحق هذا من نعم العلماء. نعم يعني نعم نعم، من الاسماء البارزه شيخ علي عيا. نعم. نورتنا، نورت شمس. الله يبارك، نورت البرنامج، برنامج المسار. فقط وضع الكاسك وهذا نحن. نعم وضعه هكذا. أنت تسمعوني؟ أكتم فيها. نعم أهلا وسهلا. الله يسلمكم. الله يبارك فيكم. طيب أنا سأفسح لكم المجال، يعني أنت أمام صديقك. أيوة. وشمس الدين يعني مش تقدر. الله هذا أنا أكثر من صديق. يعني إن صديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. هذا أكثر من صديق، هذا من علماء المسلمين. نعم. الذين نعم تضع الملائكة لهم أجنحتها أيضا بما يفعل. ولذلك لما قلت لي الصديق راح ذهني إلى الصداقة العادية التي نعرفها. فهذا أكثر من صديق. أنا أشعر أنه أخ في الله يعني، والمتحبون في الله على منابر من نور يعني. يعني احنا اصبنا اذا اصبنا. نعم اصبتم. نعم اكيد انكم نعم اصبتم يعني. شيخ علي عيا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هي في الحقيقة لحت علي وقالت لي كل ما نسأل عن اقرب الناس للشيخ شمس الدين يقولوا لي شوفي الشيخ علي عيا. نعم. فولهذا استضيفت لهذا اللقاء طيب. نعم. ان شاء الله. نعم. ان شاء الله ان شاء الله يكون فيه نفع. ولكن انا سمعت لقطات الاخيره من الشيخ انه يعني يخاف الله تبارك وتعالى. نعم. ويقصد باعماله وجه الله تبارك وتعالى. نعم. وانه في الحقيقه يعني يريد على غرار حصة أنصحوني يريد أن يؤلف كتابا ويترك فيه يعني نصح للأمة الجزائرية خاصة والأمة الإسلامية عامة. وأنا في الحقيقة لا أزكي على الله أحدا، كلنا في الحقيقة لسنا معصومين من الخطأ. لا أنا ولا هو أبدا، ولا واحد معصوم، كلنا بنو آدم، ولا واحد معصوم من الخطأ. نعم. بالصح الشيء الذي نقدر نحكم به ولا نزكي على الله أحدا أن من أقرب الناس إليه وهو ما سمعش هذا الكلام هذا
من أقرب الناس إلي حدثوني وقالوا لي شهدوا له بأنه عنده غيرة على دين الله عز وجل، وأنه يعني يدافع على الدين، يدافع على الإسلام، يحزن حينما يرى ما يمس الدين أو من يتكلم في الإسلام أو في الدين شيء غير لائق، وعنده حرقة كبيرة على الدين. نعم. وهدفه هو نصر دين الله عز وجل بصراحة، نحن نفتخر بهذا أكيد. وهو وكيف لا يكون ذلك، أن من نعومة أظفاره وهو ابن المسجد وتتلمذ على الشيخ محمد رحمه الله وعلى الشيوخ الكبار. وهو الحمد لله رب العالمين ينتسب إلى مدرسة الشيخ شارف ومدرسة الشيخ طلال جاد ومدرسة العلماء هذو. وفي الحقيقة من تمدرس وتتلمذ على هؤلاء الشيوخ هم نكتسب منهم الأخلاق والطيبة وحسن معاملة الناس. نعم. أكثر من أشياء أخرى. نعم. طيب قل لي شيخنا، يعني أنا أريد، يعني أنا بطبعي فضولية، يعني إنسانة تحب تبحث وتحب تعرف كل شيء، يعني كيفاش جمعتكم العلاقة، علاقة الصداقة وعلاقة الأخوة اللي والله قبل كانت علاقة طبعا علاقة مسجد. نعم. وقد يسمع به ونسمع به وإلى غير ذلك، ولكن صاحبك اللي تلقيه في الشدة اللي يقدر يضر نفسه وينفع روحه، هذا هو الصديق الحقيقي حقيقي يعني. وأنا هذه شهادة نشهد بها لله عز وجل. لما أصبت في 94 واختطفت وأصبح لا أحد يستطيع حتى يذكر اسمي على لسانه، وزوجتي وأولادي وابناتي حتى من أقرب الناس يعني انفضوا من حولهم، وكانوا حتى يعني مشتاقين خبزة يأكلوها ولا حاجة. فكانت جمعية خيرية. نعم. يترأسها الشيخ شمس الدين. نعم. ربي يحفظه. فهي يعني مع إخوانه تكفلوا بأولادي وبناتي ولم يتركوهم يعني محتاجين ولا جعانين ولا عورات ولا حفات. وكانت عندي دار كركاس يعني كركاس فقط، فهم يعني صلحوا هذه البيت وجعلوها استديوهات، غرفة وكوزينة غرفة كوزينة، وسكنوا يعني قابلة للعيش يعني منزل، وسكنوا فيها الفقراء وسكنوا فيها المساكين. نعم. يعني يعني حق الإيجار رمزي 100,000 ولا 120,000، كاين اللي يدفع 120,000 كاين اللي ما يدفعش، ولكن باش يحافظوا على كرامة أسرتي وعلى زوجتي وعلى أولادي أحسن من اللي تبقى يتسولوا وهم محتاجين لقمة العيش. فجعلوا الدخل هذا استقاتوا به أهلي. والحقت ربي طيلة سنوات الجمر، وبعدها الحمد لله كما يقول لي أولادي وزوجتي احنا ما ننسوش الشيخ سبش الدين ولا الجماعة. نعم. يعني عيد الأضحى يعني هذا هو أكيد الفضل يعني لأهل الفضل أنه عيد الأضحى يجيهم الكبش كما الناس كامل، كذلك أيضا الدخول المدرسي يعني يعاونوهم يروح أولادي كما أولاد الشعب الجزائري هذه المحفظة جديدة وأدوات جديدة. فهذه العلاقة يعني اللي تربطني بالشيخ سمش الدين والذي تركني أنني أحترمه وأقدره وأجله. ما تنساش الفضل يعني أنت لم تجحد فضله، لأن فضله لا ينسى أبدا. مش علي أنا فقط بل على الفقراء وعلى المساكين. نعم. كم من أسرة يعني كانت الجمعية أنه زوجهم وعاونهم، هذا بالشمبرا كوشي، هذا باللباس، صحيح. بالأكباش، أعتقد يعني ساعة 62,000 يعني معي إحصائية لا أدري، يعني 62,000 شاب يعني ساعدته في هما 26,000 اللي وجدنا له الزوجة يعني. نعم. اللي تزوجناها بمعنى وجدنا لها زوج وزوجة وزوجناهم. نعم. والآلاف الأخرى بالإعانات المادية. نعم. وخاصة غرفة النوم. هذا المشروع كان اسمه مشروع نصف الدين. مشروع نصف الدين.
نعم. فالحمد لله آلاف اللي ساعدناهم، ومش احنا ساعدنا من المحسن يساعدهم، وإنما نحن واسطة بين المحسن والمحتاج. نعم جميل جدا. الشيء اللي دانا احنا الشيخ علي عيا أقل القليل، لأن العلماء انتعنا هكذا يجب أن نخدمهم. ما إيش احنا عندنا فضل عليه، هو اللي كان عنده فضل علينا، لأن هذا أهل العلم حينما يفتنون هما كانوا يطفئوا الفتنة. ولكن ماذا إذا وقعت لهم الفتنة؟ الرجل اختطف، جماعة مسلحة اختطفه ويفعوا بدينه وبروحه ويخلي أسرة، والواجب على كل مسلم يشارك، يعني واجب. لكن شيخ شمس الدين، شيخ علي عيا كان واضح، قال بأنه في فترة أو سنوات الجمر مثل ما نسميها نحن بالحقبة السوداء أو العشرية السوداء، يعني كان واضح، قال أنا الأسرة تاعي انفضوا حواليها، يعني ما لقاش إنسان ولا إنسان يعاون ولا إنسان يساعد، يعني أنت الوحيد اللي كنت قدرت الحمد لله يعني تعاونهم ولو بالقليل ولو يعني معنويا وماديا، هذا شيء أكيد يحسب. وهذا لك. هو الإسلام. إذا الإسلام إذا الإسلام نعرفك غير في أوقات، يعني أوقات البحبوحة، الإسلام هي أوقات الشدة. الدنيا هذه مواقف. نعم. الدنيا مواقف. إحنا كان عندنا حوالي 51,000 يتيم. يعني كنا نقدم المساعدة لمن يحتاجها بغض النظر على هذا الإنسان وش يكون، ولا انتماء السياسي ولا المذهبي. أنا لا يهمني انتماء الناس. حرموا نفسهم لما يبتلى عالم العلماء ينفض الناس من حوله. كيف يعني كيف نسمي هذا؟ لأنهم يخشون على أنفسهم، يقول يخافوا أن يصيبهم ما أصابه. طيب أنت لم تخف يعني أن نصيبك ما أصاب؟ لا أبدا، أنا ما كنت نفكر بهذا المنطق. أنا كنت نفكر بمنطق أن الله سيحاسبني على استطاعتي، ما دام أنا مستطيع نساعده لازم نساعده. وباش نقول لك كاين تفصيل الشيخ نبالك نسا ولا ما ذكروش، الشيخ أول ما اتصل بي قال لي عندي مسكن أروح أديه، وأنا كنت في أزمة سكن، أروح أديه. قال لي أديه خلاص، أنا اللي هربت وحبوا يقتلوني وكذا. أنا يعني وانا فكرت، هو في لحظه الضيق فكر، قال ان مدوا للشيخ شمس الدين يديه وصدقه. نعم. عليا رحت خدمته سقمته جبت له كراين، ولا عنده مدخول ثابت الاسره تاعو. بعد سنوات لما جاء العاصمه قلت له هاو المسكن تاعك، فالحمد لله رب العالمين. يعني الأمانة، يعني أرجعت الأمانة لصاحبها وصمت يعني أسرته، يعني بصراحة لا أدري ما أقول، يعني حتى أنت يعني منحت بيتك بهذه الطريقة لليتامى والمساكين، و وهو بحاجة إليها بصراحة، يعجز اللسان عن تعبير، يعني أكيد أكيد حتى الشكر لا يفيكما حقكما أكيد. ولكن شيخ علي عيا، يعني أنت قلت بأنه أنا مازلني في هذه الفكرة تاع الناس انفضوا، أكيد أنا يعني أنا أعلم بأنه السنوات كانت صعبة والوقت هذا كان صعيب، يعني سنوات الجمر أو الحقبة أيضا اسمها السوداء، يعني حقبة سوداء. ولكن هل هذا يعني أنك أسأت الاختيار في من أصدقائك من أصحابك؟ لا، أنا قبل ما نوقف الموقف بجنب الجزائر ونوقف من أجل الأمن والاستقرار، ونوقف من أجل آلة القتل وسفك الدماء البرية بلا والمعصومة بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونوقف شبابنا الذي كانت توقف الحافلة وينزلوه من الحافلة ويقتلوهم ويتركوهم حفاة عراة، كنت درت حساباتي الوقت هذاك سنرمى بما ليس فيه، وستشار إلي بالأصبع غير ذلك، وسيكون التحذير مني. ولكن كما قال الشيخ، الله التوفيق من الله. نعم. قضية الإخلاص والتوفيق من الله. نعم. موش إشطارة ولا حيلة، لأن اللي يروح بالحيلة وعنده شطارة وعنده هدف دنيوي ما يوصلوش، ما يوفقوش ربي بصح. يعني النية هي الأساس. أنت لما تشوفي الدم يسيل، تتكلمي تموتي، تسكتي تموتي، تغطي دارك تموتي، تغلقي النافذة تموتي، تخرجي برا تموتي، ترقدي تموتي، لكن الساكت عن الحق شيطان. لا، على كل حال كيفاش ما يتحركش الآن كما احنا الآن عبش ما نقولش نتكلموا على نفوسنا. نعم. أنا الآن نتألم من شيء يوجعني كثيرا،
وحتى تكلمت مع الشيخ عدة مرات. أنا أرى اليوم تخطيط مدروس بخطى ثابتة بطريقة علمية، ضرب الإسلام والمسلمين، الله، وضرب الأمة الإسلامية، وضرب الشعوب الإسلامية، وهنالك مخطط يعني صعيب ياسر، مخطط صهيوني، مخطط ماسوني، ماسوني، ولكن الناس عندنا كنقولوا هكذا يقولوا لنا أنتم راكم كل شيء يعني تقولوا مخطط ماسوني يسميه، مخطط إنسي شيطاني، مهم فيه جهنم، لأن يعني لأن فيه مخطط لضرب الإسلام والمسلمين. تقدر تقولي لي كيفاش؟ نقول لك الآن أول نقاط هو فصل الأمة الإسلامية على علمائها ودعاتها والمفتي، ويريد ها المخطط أن يرمي الدعاة والعلماء مصابيح الأمة ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم يعني نبراس، يرموهم بما ليس فيهم ولسقوا لهم كل التهم الكذبة، مع ما ابتكر من تكنولوجيات والتواصل الاجتماعي، فجعلوا العدو الكبير الأول هو للأمة الإسلامية هو ذاك الإمام العالم الداعي المفتي. علاش هذا؟ حتى يولي المأموم يسب الإمام، ويولي الأمة الإسلامية تسب علماها وقادتها حكماها وشرفاها. لماذا هذا؟ باش ينفردوا بهذا الجسم اللي هو معبر بالمجتمع الإسلامي العربي، يسهلوا الساعة يمزقوه ويجعلوه وحادة. لكن أنا سأقول هنا كلمة، حتى اسمح لي شيخ، يعني ربما كل هذا التخطيط موجود، ولكن أنا دائما أقول بما أنكم موجودين، بما أنه علماءنا يعني موجودين، أنا على بالي ما رايحينش تسمحوا لهؤلاء بأن ينجحوا بالمخطط ديالهم، لأنه المخطط اليوم أنا نقول لك هذا المخطط الرهيب يعني، وهذا الاستهداف يعني في ديننا وعقيدتنا وشبابنا ووطننا وأسرتنا ومجتمعنا ودولتنا، اللي هو اللي استطاعوا أن توصل يد التخطيط تضرب في ليبيا واليمن وسوريا والعراق إلى غير ذلك. ما سموه بالربيع العربي، ولكن الجزائر بأنه خارج عربي وليس ربيع، صبحت عصية عليهم. ما هو السبب؟ هو أن الجزائر مباكسينيا، الجزائر عندها وقاية انتحاوين في دينها وفي مرجعيتها. سمحي لي هذا المخطط صعيب. فجاءوا بناس، الآن ظهرت ناس للأسف أنهم يؤثرون فعلا في أولادنا وفي بناتنا. نلقى ناس اليوم مش عارف نقدر نسمي لما نسميش، راحوا فسروا القرآن الكريم تفسير مخالف تماما للقرآن الكريم، تحريف وطعن في القرآن وطعن في الإسلام، ولكنهم لابسين الجبة أنهم يدافعوا على القرآن ويدافعوا على السنة، وهذه يعني لابسين القناع. هذا ما تقصد، ولكن وهذا التفسير اللي راح يدمر أولادنا وبناتنا راه منشور الآن في اليوتيوب وفي التواصل الاجتماعي، ويجيبوا أمور عقائدية مخالفة لديننا ولإسلامنا ورم يصلوا فيها في اليوتيوب. مع هذا بعد وكتاش هذا توصلوا ليه؟ بعد ما فصلوا العلماء والحكماء والعقلاء والشرفاء على المجتمع. اسمحي لي، حتى هنا في الجزائر، نتأسف كثير في قناة رسمية أنهم يستضيفوا دكتور، أنا لا أعتبره دكتور لأنه أنا أعتبره من هذه المدرسة، مدرسة الأفكار المنحرفة. من تقصد؟ وفي كل أسبوع، اسمعي لي، كل أسبوع يفوت في مائدة وغني جايك حتى توصل باللفظ هذا، وموجودة في اليوتيوب تعرفي، يقول دعونا من الإمام الشافعي، وما قدرش يقول الإمام مالك لأن الشعب الجزائري يعني طعن في علماء اسمحيلي وشوف يقول أن الإمام الشافعي أفكاره
الإمام الشافعي مات وأفكاره ماتت، والأئمة على نحن والفقهاء تاع الجزائر صدعوا رؤوسنا بأفكار أموات، هذا طعن للإسلام. ثم يقول الثقافة الإسلامية لازمها من إصلاحات، الأسبوع هذا يقول لك الثقافة الإسلامية لازمها من إصلاحات، ولكن الكثير يرى منا أن نصلح الثقافة الإسلامية بالإسلام بالدين. وهذا قال المتعصبين الأخرين يقولوا كما قال، لماذا لا يأتي هو كزرتين في الهدرة، يقول الأخرين يقولوا نصلح الثقافة الإسلامية بترك يعني الشريعة الإسلامية، هو جاب فكرة واحدة أخرى أريد كلمات لبسها بالباطل يعني وهي خطيرة جدا. وش يقول؟ يقول لماذا لا نأتي بمناهج أوروبية أفهمني ونستفيد منها باش نصلح الثقافة الإسلامية. شوف الدعوة تاعه والراهي، لو كل ما يكونش الإنسان ذكي ما يعرفش ثم يأتي شيخنا شيخنا نعم سنفتح يعني أنا سأعدك الآن على المباشر بأنه نفتح حلقة على هذا المخطط ونتكلم عليها وأنا كتبت رسالة اسمحي لي نعم. أنا كتبت رسالة تفضل لرئيس الجمهورية بعد رسالة رئيس الجمهورية للملتقى العشرين للقرآن الكريم في وهران، وبينت له كيف تفتح قنوات وتفتح نوادي لهؤلاء الدعاة سواء جزائريين أو غير جزائريين، وهذا معاول تهدم المرجعية، وإذا ضربت المرجعية ضربت الأسرة ضرب صحيح المجتمع صحيح. ولكن أنا كل ثقة فيكم أكيد يعني أنتم مشايخنا. على ماذا نجبت لكم هذه؟ أنا نعرف الشخص نعم. مشدين أنه من الرجال اللي رم يهتموا بالشي هذا نعم. وهذا الشيء يحزنهم وراهم واقفين راهم واقفين بالمرصاد في وجوه هؤلاء. شيخ شمس الدين وأنتم وكل شيوخنا اللي أكيد إحنا كلنا ثقة فيهم، ولكن أنا اليوم نقول لك ربما كلمة حبيت تقولها لشمس الدين يعني، وشمس الدين أيضا حبي يقول لك كلمة وش تقولوا البعض. أنا نقول لك قبل هذه كلمة هذا الاستهداف يا هذا الاستهداف لا ابن باديس له ولا البشير الإبراهيمي ولا الشيخ سحنون العرباوي وعبد اللطيف اليوم اللي كانت هؤلاء الأسود من الدعاة العلماء، هذه الفئران أصحاب الأفكار أفكار المنحرفة ما كانوش يطلوا كانوا يهربوا، لكن لما مات مثل هؤلاء الرجال فأصبحوا اليوم يعني رمهما لا لا الرجال تخلف الرجال والجزائر يعني ولادة يعني أنتم رجال هذه الأمة، ويعني احنا قلت لك بأنه كلنا ثقة فيكم، الجزائر ولادة لم تلد شخص فقط يعني شخص واحد، لولدت ابن باديس راح تولد غيره وتولد يعني رجال يعني أستطيع القول بأنهم راح يحملوا الجزائر إلى بر الأمان، فهذا وشي نقدر نقوله. تفضل يقول الإمام الزوقاني يقول أنا لا ألوم العدو إن استبد أو تعدى، فشأنه أن يستبد وشأننا أن نستعد. فالعدو عدو يحارب الإسلام مباشرة أو يحاربه بالحيلة. هذا التيار العلماني اللاديني اليوم اخترع طريقة في محاربة الإسلام من خلال اللغة الإسلامية، من خلال كتاب الله، من خلال تحريف السنة، من خلال الحرب على أبي هريرة أو على الإمام البخاري. ونحن نعرف صحيح. هذا ونحذر الأمة من هذا، والأمة ستكتشف أن هذا كله البغاث يستنسر ما يبقى إلا الحق إن شاء الله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل إن شاء الله. هذا هذه الآية طمأننا كثيرا، يعني هذا جاب الخير لما يقول ما حاجة الأمة إلى المفتي ما دام هناك قانون. يعني بالنسبة إليه لما يخسر الوضوء الإنسان يروح يشوف الدستور، يعني لما إنسان يوقع في قضية طلاق يروح يقرأ الدستور. ضعوا الفقه الإسلامي في القوانين ونقولوا ما نشفي حاجة إلى المفتي. يعني كلام لا يقوله عاقل. طيب سنتحدث على ذلك، ولكن الآن تقدر تقول رسالة للشيخ علي عيا وأيضا أنا نقول للشيخ علي عيا وش قال نقول أمامك نقول نعم نقول له باللي كما قال ربي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علاه؟ لأننا لما نقول كلمة الحق نبتلى، فقال ربي وتواصوا معها بالصبر، فعلينا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. نعم كلمة. أنا أقول سبش الدين الشيخ سبش الدين واصل في طريقة للدفاع والذب عن الإسلام
ونقول للشعب الجزائري إذا كنا رانا صادقين مع الله ومع الإسلام ربي سينصرنا. آمين. وإذا كنا عندنا أغراض دنيوية فالله تبارك وتعالى سيفضحنا في الدنيا. ولكن ثقوا في الدعاة وفي الناس اللي راهم أنا ولا شخص بشي الدين عمري ما فكرت على أولادي وبناتي ولا وش ناكل ولا وش ما ناكلوش ولا والله ما نعرف قرأ ولا ما قرأوش بقدر ما أنني حتى كنفطا ثلث الأخير من الليل الأمة الإسلامية في خطر شبابنا فلدت أكبادنا من هذا التواصل الاجتماعي اللي دمر بلادنا هذا الشبابنا اليوم يدخل التطبيقات بين قوسين تيك توك هذه وبعد هذه التكنولوجيا ما تعرف بالقوة الناعمة هم ما صنعوها شيء لسواد عيننا صنعوها باش يضربونا بها صحيح. ونحن لا نحرم الهواتف الذكية ولا هذا هو الفضاء وإنما حابين نستعملوه في أمور الخير نستعملوه إيجابية. في الدين نستعملوه فيما ينفعنا ولهذا الأمة الإسلامية تضرب من هذا أصحاب الأفكار المتطرفة ويضربون أيضا من عن طريق التواصل الاجتماعي مثل المصيبة هذه التيك توك هذه شاب عمره 18 سنة أو 19 سنة وشابة يبقوا يشوفوا تيك توك تيك توك ومن بعد وش يولوا سنفتح ما يقدروا شيء ما يقدروا لا يقروا لا يراجعوا دور راسهم لا يروحوا يحضروا الفرائض والامتحانات ولا اللي راح يجوز الباك هذا تدمير لاولادنا تدمير لاسرنا وبالتالي نقولوا نستغرب نقول كيفاش في 2018 كاين كذا وكذا من الالاف طلاق وكذا وكذا من الخلع لماذا ننتظر من الاسره اللي هي راهي الان تضرب بعده معاول منها التيك توك وخو التيك توك وما كذلك الرساله ان شاء الله تكون وصلت شكرا جزيلا لك شيخ علي عيا معليش نروح لفاصل ولا نعوده ابقوا معنا عودة من جديد إذن كان معنا الشيخ علي عيا فقط حبيت نقول حاجة أنه الشيخ علي عيا قعد مدة ساعتين ونصف وينتظر باش يكون يعني في فقرة المفاجأة لشيخنا شيخ شمس الدين وفعلا يعني كانت شاهدته مجروحة فيك قال كلام جد طيب الله يجازيه وهذا لطيبته يعني ولإنصافه هذا هو الظن بأهل العلم يعني الحمد لله يعني ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل ما إن ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعيش به حيا أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء الله يا شيخنا يعني أمتعتنا اليوم بهذه الأبيات الجميلة والرائعة لكن أحب نقول ما سر يعني أنت تحفظ الشعر وما شاء الله عليك يعني ما سر ذلك نعم أنا كنت صغير وأنا أهوى الشعر وأقرأ الشعر وقرأت دواوين العرب وقرأت المعلقات وقرأت لزهير بن أبي سلمى ما شاء الله وقرأت لابن الرومي وقرأت لابن العتاهية وقرأت لمفدي زكريا فأنا لا يفقه الإسلام إلا قلب شاعر طيب الكتاب ماذا يعني لك؟ الكتاب هو الحياة كلها يعني أنا لا أتصور حياة بدون كتاب طيب هل حدث في يوم من الأيام وأنك صرخت على بناتك لدرجة أنك جعلتها تبكي وتسألك وأنا والد البنات والحمد لله ربي رزقني بعشر بنات تحب هذا اللقب نعم أنا أحب البنات النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رزقه الله بنتا فأحسن تربيتها وتسميتها كانت له حجاب من النار وأنا بحاجة إلى أحجبة وحجابات فعادي جدا نعم أنا أب وأصرخ على بناتي وعادي لا جداً لا في حادثة يعني أنت ممكن جدا عليها. أنا أب ممكن جدا وكيف أربي أولادي في لحظة الهدوء أربيهم بالهدوء وإذا كان لابد من تصرخ أصرخ هذا هو لكن هذه الحادثة ولكن صرخت حب لكن هذه الحادثة جعلتك تقول قاعدة أنه الكتاب قاعدة حمراء
أو الكتاب أكيد خط أحمر. أكيد نعم أكيد نعم نعم الكتاب قاعدة حمراء. أنا لا أحب يعني الاستهانة بالكتاب. أنا عندي الكتاب كأنه كائن حي، لا أحب أن يوضع على الأرض ولا أحب أن يجلس عليه ولا أحب يعني أن يتهاون به ولا أن يطوى بطريقة لا تليق. فالإمساك بالكتاب له آدابه وقراءته لها أحكامها، كل هذا يعني. وبالتالي لكن هي أخبأتها الكتاب إيه ويعني جعلتها أنت بالصراخ ديالك عليها. هي كانت طفلة صغيرة فأصبحت تبكي وسألتك قلت لك الكتاب أحسن مني كتاب نعم أتاتورك. نعم قلت لها نعم الكتاب أفضل منك. نعم هذا التصريح خطير. أنا نقول لهم دائما العلم، لأن الكتاب هو العلم. تصوري ما صح الكتاب والعلم، الأبناء هم ماذا؟ أنت قلت الكتاب قاعدة حمراء، ماذا عن أبناء؟ إذا ما ربيت ولادي على احترام الكتاب على ماذا أربيهم؟ تصوري شقاء الطفولة. أنا كانوا بناتي الصغيرات باش يجيبوا واحد الدمية أو لستو أدري فوق المكتبة، حطوا الكتب فوق بعضها بعض وصعدوا كأنه دوج، صنعوا دوج بالكتاب. فهذه لحظة لابد أن أعيد الأمور إلى نصابها. ولكن أنا ما ربيت ولادي بالعنف، ربيتهم بالحب. يعني حتى كي نزقي ولا ننبه ولا على بطريقة تربوية ماوش. طيب لماذا لا تحب أوكي يعني أنت تحب تربية الأبناء؟ لا قبل نعم نستقبل المكالمة. أوكي يلا نستقبل المكالمة. ألو أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا الشيخ شمس الدين. معكم الشيخ شمس الدين. حبينا احنا النيابة الأبناء ديالو كل في 12 قدموا له رسالة وقالوا له أن عرفتها نحبه نعم وأننا نشجعه وندعمه لأنه قبل أن يكون والدنا فهو صديقنا. يعني يلقبكم يقولكم بأنكم أصدقائي. أكيد وإن شاء الله دائما يكون تاج فوق رؤوسنا جميعا. يا رب اللهم أمين. يعني معنا إذن شيخ شمس الدين تفضل قول كلمة. يعني أنا أشوف هذه الدموع. غفان هذه نعمة. هذه نعمة. أخطأ. أصواتهم تتشابه. الحمد لله. ربي يحفظهم ويصونهم ويحميهم إن شاء الله. والجميع يبلغوا السلام كامل. محبي لي هضروا معه ولكن للأسف. معليش احنا نسمعوا ولكن فقط نعمة. يعني أنا كنت نقوله الآن على الكتاب. كنت نقوله على حادثة الكتاب. أثرت فيكي نعمة صح؟ أكيد. بلغي السلام. هو معك. قولي لي نعمة ابقي معايا. نعمة قولي لي يعني في البيت بماذا يلقبكن؟ يعني أنتن البنات يعني باش يلقبكم؟ هناك الصديقة وهناك الساقية وهناك الطبيبة. الساقية والطبيبة عندي يعني أيضاً؟ أنا البنت اللي تعطيني نشرب بالماء نعيط لها الساقية. واسمها البنت اللي تعطيك الماء؟ أمنية عاشت الأسان. ولكن أمنية ولكن قبل هذا كانت تعطيني الدواء فكنت أناديها الطبيبة. وهكذا يعني كل واحدة نشجعها باسم جميل. هي أسماءهن كلهن جميلات يعني. لماذا إذن لا تريد ولا تحب الإعلان عن أسماء بناتك بالرغم أنه عندهم أسماء ما شاء الله؟ الحمد لله. يعني أنا عندي نعمة بنت، عندي نعمة الله وعندي غفران وعندي رحمة الله وعندي أمنية وعندي بسملة وعندي وماتت رحمة الله عليها وعندي وهكذا. هذه أسماء يعني وربي لكن يحفظهم. لماذا ترفض الإعلام؟ يعني تحبش لا فائدة منها. قطعت معنا يعني. قطعت معنا نعمة. يعني لا فائدة من هذا. وموش الفائدة إنسان يأتي الإعلام شي يذكر أسماء بناته؟ يعني لا يعني أنت رجل دين يعني مفروض أنه لما تقول أسماء هم ممكن أي واحد يسمي بناته على أسماء بناتك مثلا. وعندي مودة الله مودة كلهن أسميتهن أنت يعني أنت من أسماهم؟ نعم أنا نسمي ولكن إلا أمنية أمها اقترحت علي يعني أنا نسمي أصلا ممكن يقترحون علي ولكن أنا المسؤول في النهاية. نعم لنعطي كلمتي في البيت يعني.
طيب نعم اليوم قلت لك نحبوك وهذه رسالة الأبناء، أنت وش تقول لهم؟ وأنا أيضا أنا نحب أولادي وأحميهم وأصونهم وندعي لهم دائما. طيب طيب شوف في الكاميرا هنا وقولها لهم أم يشوفوا. الله يعلم أني أحبكم، وهذا الكلام أنا نقوله لهم، أنا أولادي نعنقهم ونسلم عليهم ونبوسهم، ويعني هما هما عندهم علم اللي هما أصدقاء، يعني بيناتنا صداقة كبيرة. نعم. مش أب مع أولاده ولا أنا. أولادي أصدقائي. أولادي أصدقائي ونعم الأبناء وأنا أحبهم دائما. نعم. وأدعو الله لهم وأعيش لأراهم سعداء إن شاء الله. طيب أكيد إحنا نوجه لهم تحية ونوجه تحية بالخصوص لنعمة. نعمة أيضا يعني أيضا استطيع القول بأنها الآن تشرف على جمعية خيرية، جمعية القلوب الرحيمة. هل نقول ما نقولش ذاك ذاك الشبل من ذاك الأسد؟ نعم، هي قالت أنا نكمل المسيرة، تلك اللبؤة من نعم ذاك قالت الأسد. أنا نكمل المسيرة تاع أبي لأني أنا أسست الجمعية الخيرية الإسلامية، وثم غلقت بتهمة مساعدة الشباب على الزواج في أيام الفوضى والجنون. نعم. كانت هذه التهمة. لماذا لماذا بالضبط غلقت الجمعية؟ بتهمة مساعدة الشباب على الزواج، هذه يعني التهمة. أنت كنت تريد يعني أنك تعمل صندوق خاص لمساعدة الشباب؟ هي هكذا التهمة. أنا كان عندي مشروع نصف الدين يساعد الشباب على الزواج، وقفوني. نعم. في المحكمة وغلقوها لي بهذه التهمة. أحزنك الأمر؟ أكيد، سبحان الله، يعني لأن كانت أيام فوضى وجنون. كل حمراء طماطم كانوا هكذا يعتقدون، كل حمراء طماطم البلاد كانت الناس قاع فيها شبهة. ما هو دواء الحزن؟ والله التعلق بالله. أنا ما وجدتش دواء للحزن كالتعلق بالله. لأن المتعلق بالله ولما قلبه يمتلأ بالله الحزن ما يسيبش مجال. ثم علاج الحزن هو خدمة الآخرين، هذا العلاج دائما أذكره للناس، علاج الحزن والكآبة هو خدمة الآخرين. لما تروح للمستشفى وتقدم خدمة لآملة، شوف السعادة اللي حتعطيها لك هذيك الآملة بعد ذلك. لما تعاون يتيم فقد الوالد تاعو، شوف السعادة اللي حتكون في قلبك. علاج الحزن والكآبة هو التعلق بالله وخدمة الناس. نعم. طيب قل لي، يعني أنت تقول بأنه دواء الحزن هو تعلق بالله وخدمة الناس وكذا، ولكن يعني بعد ما استطيع القول أنه غلقت الجمعية الخيرية، استطيع القول الجمعية الخيرية الإسلامية. نعم، الجمعية الخيرية الإسلامية. نعم. يعني مرضت، وصلت أنك مرضت وأصبت. أكيد. أقول نعم، بداء السكري. نعم. اولا الجمعيه الخيريه الاسلاميه انا كنت صادق فيها، انا ماشي من الناس اللي يقول لبان. نعم. لبان الحي ويبيع صبابط. لبان الحي لازم نصيبوا اللبن. انا كنت جمعيه خيريه حقيقيه ماشي سياسيه، ولا كنت مخبي اهداف سياسيه. فانا كنت صادق، كنت نعمل بالصدق في بلدي، في ظني اني نخدم في بلادي. 51 الف يتيم، مشاريع الخيريه مشات شرقا وغربا، حتى زارني السفير اليمني وعني اخذ مشروع نصف الدين اللي موجود الان في اليمن. وعني اخذه بعض يعني المشايخ في السعوديه. يعني كنت سباق في ذلك. نعم. نعم. فجهات كثيره اخذت المشاريع نتاعي، كان عندي مشاريع كبرى. طيب الا يجعلك هذا الشيء لما تشوف بانه في جهات رسميه من دول اخرى يعني تبنت هذه المشاريع؟ نعم. يعني انت صاحب الفكره، انت. نعم. من عمل هذه المشاريع، الا تفتخر بذلك وتقول وهذا الشيء ينسيك الحزن، تقول انه انا ما نجحتش هنا في الجزائر لكن ولكن غيري نجح. انا ماشي ما نجحتش لاني ما كنتش ناجح، انا ما نجحتش لانني حويبت. يعني هل يعقل تغلق جمعيه خيريه بتهمه مساعده الشباب على الزواج؟ والتهمه لا زالت موجوده عندي. نعم. حتى بعضهم يقول لي هذه وحديها في كتاب غينيس للارقام القياسيه، ما لم يثبت هذا. لا بأس، ولكن الحمد لله الفكره نتاعي خرجت من عندي، ولكن موجوده الان في المجتمع. الآن جمعيات خيرية بالآلاف. ألا يشعرك هذا يعني بنوع من؟ نعم، أنا سعيد والحمد لله، لأن يعني الراية لم تسقط. يواسيك. الراية لم تسقط. ومنعوني باش ندير الخير بالقانون، أنا ندير الخير بعيدا عن القانون. الآن وش كل يمنعني باش نعاون واحد على الزواج؟ هاو جاء إنسان طلت له غرفة نوم، شكون راح يسمع بيا؟ ولا لما كنت ندير الخير تحت ظل القانون كان أفضل،
لأني كان قانون يحاسبني وزارة الداخلية نقدم لها ولكن الآن خلاص أغلقوا لي الجمعية الخير، يا لا أحد يمنعني من فعل الخير خارج القانون وبعيدا عن القانون. ولكن ابنتك تمارس اليوم ما وش ابنتي فقط، خليني أقول لك أن كل أهل الخير الآن ياكو تصيبوهم جماعة الخير جمعية الخير أم يخدموا في الفيسبوك بعيدا عن القانون، أهل الخير أو موجودين في كل الولايات صحيح. وهم يخدموا خارج القانون وبعضهم اخترقته الماسونية. إذا ماشي كان الأفضل أننا نشجعوهم باش يديروا جمعية خيرية تحت ظل القانون ولو يخافوا يديروا جمعية تحت القانون، لأن شافوا ما وقع لي 12 ألف جمعية غلقت نفسها بعد ما غلقوا لي الجمعية الخيرية الإسلامية. إذا أنا أنصح القادة والساسة الآن الفكرة تغير وربيع العربي غير كثير من القناعات. ليس تعتبره ربيع عربي؟ هذا الخراب العربي أنا أول من حاربه يعني ولكن هذا المصطلح ليفهموه السياسيين يعاودوا يشجعوا الناس باش يأسسوا جمعيات خيرية تحت ظل القانون. تريد إعادة تأسيس هذه الجمعية أكيد من جديد؟ أكيد وأنا أعمل على تسعى إعادتها تسعى لذلك. ستعود بإذن الله لأن ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. احنا بدينا عمل لصالح الأمة الفقير والمسكين واليتيم والأرملة، وين يروح هذا؟ وين يروح هذا الإنسان؟ في المؤسسة الخيرية هي اللي تحتوي هذه الطبقات ماشي الأحزاب السياسية. نعم احنا عجبك لما نقول لك صار زلزال أنا منعوني باش نقدم المساعدة مع أني جمعية خيرية والأحزاب داو يمدوا قاع ويبانوا. يا والزلزال ماهيش حملة انتخابية، الزلزال هو خدمة تخدم الشعب. أكيد اليوم يعني نشوفوا شيخ شمس الدين بأنه معظم الجمعيات الخيرية لما يروحوا يعملوا عمل خيري إلا والكاميرا تكون مرافقتهم ولا الآلات هذه يعني الصور ياخذوا صور ويوضعوها أصلا على صفحات أو منصات التواصل الاجتماعي سواء كان فيسبوك تويتر إنستغرام، يعني كيف تفسر ذلك؟ هل هذا هو الخير حقيقة؟ دكتور أقول لك هو إنما الأعمال بالنيات، إذا كانت نيتهم بش المحسنين يشوفوا ويتأطروا ويساعدوهم لا بأس في هذا، ولكن يشهروا المؤسسة ماشي الشخص، يشهروا المؤسسة. قال عندنا حملة لتوزيع الأغطية للمشردين واش عليه، ولكن إذا كانت نيتهم سياسة أو خدمة تيار سياسي ولا خدمة شخص معين فإنما الأعمال بالنيات. أنا أشجع على تصوير الأعمال الخيرية. أنت مع إذا إيه ولكن معه. بطريقة بحيث باش المحسن يتشجع ويتبرع. أما في شهر رمضان تصور إنسان جاي يأكل في مطعم وبالك هو جاي من بلاد واحد أخرى وتشوفه مرته ولاده وانت تشهر به فهذا لا يليق، وإنما يقدروا يصوروا بحيث ما يأخذوش الوجوه تاع الفقراء، يقدروا يصوروا بحيث ما يوروش الوجوه تاع المساكين، انما الاعمال بالنيات في هذه المسألة. كذلك طيب من بعد نعمه اللي من ابنائك اللي يشاركوا في الاعمال الخيريه؟ كل ابنائي شاركوا حتى حبيبه الذي هو معوق ومن ذوي الاحتياجات الخاصه حبيبه اللي يحبه بزاف عنده الجيل تاعو. كان كل ابنائي وكل من ينتمي الي يشارك في الأعمال الخيرية، يعني لا أستثني أحد لأني أراهم كلهم يديروا كل خميس يوزعوا الأطعمة على الفقراء. حتى في المعرض الدولي للكتاب وزعوا 20,000 قارورة مياه لأن كانوا الناس تجي من بلاد برا ويجوا عطشانين وقرعة ما جاءت من ليس بالغريب خاصة على ابنة الشيخ شمس الدين اللي كانت وهي في عمرها أعتقد 3 سنوات كانت توزع الخبز معي في كانت توزع الخبز هكذا نعم كنت نعطيها السلة على الخبز توزعها لمن يأتي إلى الجمعية الخيرية الإسلامية. جميل جدا والآن أصبح عندهن عادة و يعني خدمة الآخرين شيء من جملة العقائد انتحهم يعني. وهو كذلك. طيب موقف طريف أحكينا على موقف طريف أحدثه من على المنبر للمسجد العربي تبسي. والله لا أدري يعني بالضبط، يعني أنا لا أدري إلى ماذا تشيرين ولكن ساعديني لأني هذه حياة وأحداث و صح كاين حاجة يحبها بزاف حبيبه. أنا مهم حبيب وقعت لي بزاف معها مواقع طريفة. مرة أنا كنت في الدرس في المسجد العربي تبسي ناض وجا قعدت في حجري هذه وقعت لي أمام الشعب حاجة يحبها مثلا فريق يحبه هو يحب السيابي أيوة صح. وانت وش قلت على المنبر؟ أنا ذكريني أنا ننسى يعني للأسف أنا ناسي يعني دعاء دعيت للسيابي أيوة وش قلت؟ اللهم انصر
اللهم أنا منش قلتها قلت للأسف. اللهم انصر شباب الوزداد في ذلك اليوم لعل أني ناسي الذاكرة تاعي ضعيفة أعتقد كان شباب الوزداد مع المدية مع فريق المدية وحبيبه أنت تعرفي حبيبه من ذوي الاحتياجات الخاصة نعم وكان نعم يوقف لي يوقف لي خطة في الجمعة ويطلب مني ندعي لسيابي ولو كان من دعيلهاش يزعف عليا نعم تحياتي ومن بعد في الدار ما يحبش يهضر معايا وكما يحبش يهضر معايا ما يحبش يشرب الدواء تاعو نعم فكان كانت تصالي معاه بزاف لقطات. انت تحب فريق شباب الوزداد؟ والله انا نحب انا نحب الفريق الوطني وشباب نعم الوزداد انا تربيت فيه بالكره انا وليد العقيبه اصلا شكون ما يحبش شباب الوزداد انت مشجع لفريق بالوزداد؟ من النكت الطريفه اني رايت حبيبه امام الكعبه يدعي للسيابي والشعوب قاع يقولوا امين هما مش عارفين لي منو يدعي وهو يدعي للسيابي. نعم الله أكبر جميل جدا بجوله التحية إذن لابنه طبعا حبيبه. طيب قل لي شيخ شمس الدين يعني من حادثة طريفة نعود نقوله إلى حادثة مؤلمة أيضا نقدر نقول لك شباب الوزداد غير خير إن شاء الله أنا ناسي فكريني يا أختي والله. يعني شباب الوزداد ما يذكركش بحادثة أليمة؟ والله أجل أحداث كثيرة والألم كثير لا في ألم يعني كان بلك موت صديقي أنا يماها كان صديقي نعم رحمه نعم الله والله نعم رحمة الله يعني أنا كان صديقي الناس لا تعرف الناس العلاقة بيني وبين يماها أنا كان صديقي وكان يزورني المناصر كان مناصر وفي والناس ما تعاش الجواء هذا الجانب بيني وبينه يعني كان يزورني دائما قبل أن يموت ماذا قال لك وكان يستمع إلي ويأخذ لي رأي وكي يقول له حاجة انتهت القصة كان يجي يجلس بيني وبينه وهذا وقع لي مع كثير من الناس اللي الناس متعاش هذا الجوانب علاقتي معها لكن هؤلاء. هذا المناصر قبل ما يموت جاليك وطلب منك حاجة والله فكرني أنا ناسي يعني قال لك نشري باسكت أو حقيقة تمنين باش نقدر نطلع للملعب نروح الاستاد ونشجع الفريق صح فريق شباب الوزداد وهو ما كان هكذا هو كان صديقي كان كيسحق حاجة يجي عندي صح بعيدا عن الناس ولا يعني هذه قبل موته لا أحد يعلم بهذا يعني ماشي غير هو بزاف كانوا ناس ما تعاش العلاقة نتاعهم هذا الشخص تحن إليه نعم أنا أحبه وإنسان مسلم هذا وإنسان طيب وإنسان محبوب وفيه الخير وما كاش مسلم ما فيهش الخير ما كاش مسلم أنا ما نظنش مسلم ما فيهش الخير يعني طيب رحمة الله رحمه الله أكيد يعني من الحزن أنا عود نقوله إلى حاجة نقمن متفرحك يعني كيف هي علاقتك بنسيبتك أنا الحمد لله نسيبتي إن شاء الله راضي عليا نحكي لك واحد الحكاية بالك لأول ما نحكيها كنت في عنابة في الجامعة الشيخ نجيب قلت لهم غدوة أنا حندير الدرس تاع الجمعة اللي ما يجيبش نسيبته ما نيش راضي عليه هكذا اللي ما يجيبش يما هو نسيبته هذيك الليلة النوم يما مع نسيبتي نومهم في المنامة نسيبتي قالت لي يما قالت لها فلانة أنت كي راضي على وليدك قالت لها أنا راضي عليه قالت لها وانتي قالت لها أنا أنا راضي عليه فالحمد لله ربي ووالي بلي كانوا راضين عليا هذه الحمد لله طيب وش يقولوا انا لك؟ نسيبتي على عيني وراسي وش يقولوا لك وش يقولوا لي الحمد كاين جمله يقولوها لك بزاف يا ودي غير فكريني والله أيوة. انت راكي تعرفي عني ما لا اعرفه انا لازم يعني. انا العصافير قالوا لي أيه؟ وش يقولوا لك كاين واحد الجمله يقولوها لك بزاف الله يحمر وجهك هذه يقولوها لك بزاف انا نسيبتي تقولي الله يحمى وجهك ويما عندها دعاء كان يقولوا لها بابا تقولي الله يطيب جنانك يعني محسوب يكون فيها الفاكهه وهذه الدعاء تاع امي تستبشر بهذه الأدعية انا اكيد سبحان الله واش فائده انسان مسلم ناس قاعد تحبوه وباباه ويماه ولا خاوته ونسيبته ما يحبوش ولاده ما يحبوش يا اخي انسان ينشر الحب في من حوله نعم ومن بعد ينتشر هذا الحب إلى كما الوردة الشيخ محمد رضي الله عنه كان يقول لي كن كالزهر تكون فيك رائحة طيبة يجيك النحل ليحوس على رائحة طيبة أما إذا كنت نجاسة يهرب النحل ويجي الذبان أما لهذا هو الإنسان المسلم يكون كالزهر يعبق تنشر الخير ورائحة طيبة وهكذا أنا نسيبتي الحمد لله راضية عليا وكلمتني للبارح كلمتني وهي تدعو لي دائما والحمد لله وانت رحت تديها معك وأرسلتها إلى العمرة أكيد الحمد لله يا رب أرسلتها نعم. للعمرة مع أمي نعم. الحمد لله طيب إذا انتهينا من فقرة الظل نروح إلى فقرة أخرى طيب يقال
يقال أنك مفتي القضايا العاطفية، هل هذا صحيح؟ أو لأنك كما يروج متزوج من أربعة؟ نبدأ من الأخر. أولا أنا مش متزوج من أربعة، أيوة، هذه واحدة. ثانيا أنا أجيب على أسئلة الناس، ماشي أنا لنصنع الأسئلة، هذه هي أسئلة موجودة في المجتمع الناس تحتاج إلى جواب. إذا كانت الأسئلة عاطفية جيد، العاطفة جزء من الإنسان، أنك تجيب. طيب خلينا نسمع أول رسالة. نسمع أول رسالة تشوفها منا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، شيخنا العزيز، شيخنا الغالي، شيخنا الكبير الموقر، شيخنا شمس الدين بوروبي، ما كاش لي ما يعرفوش، سواء في الجزائر ولا خارج الجزائر ولا حتى في أوروبا. حبيت نختار من الفرصة هذه نوجه لك تحياتي الكبيرة ومدى حبي لك واحترامي لك كشيخ وكزميل. شيخ شمس الدين نعرفه هذه مدة، مقبل العلاقة اللي ربطتني معه في العمل ما كاش ما يعرفوش، كان يدير الخير، كان يسعى يعاون الناس الفقراء، يعاون الزواولة، يزوج العزاب، كان دائما يسعى الخير، عنده جمعيات خيرية والحمد لله معروف على كل حال. شيخ شمس الدين جمعتني معه بزاف علاقات، بزاف خدمة نوية، كاين بزاف امور نحكوا فيهم انا وياه، امور تاع خدمه، امور تاع هزليه، امور تاع ضحك. نحب نقول له بهذه المناسبه هذه ونقول له سلمنا بزاف على حبيبه صاحبنا اخونا وليده هذايا. يحب سير بي وانا يا مولود يا ونتلاقى انا وياه نطيح عليه ويطيح عليا. الله يبارك وليده حبيبه وربي يحفظه ان شاء الله. كاين ثاني واحد الحاجه صرات لي معه، واحد الوقت كان جايبها عقابي باش يزوجني، الحق به الحال حتى وين عيط لواحد السيد قدامي جبت تليفون عيط له، ومن بعد كي عطى وليدي طايب من تاع الطفله هذيك قال لي اوه، قال لي سيبون خلاص ما درنا والو. شيخ شمس الدين عزيز علينا، ربي يحفظه ان شاء الله، ربي يطول في عمره، وربي ان شاء الله يجعله من براس الامه هذه، راهو يفيد فينا ويصح فينا، راهو يفتينا في امور الدين ديالنا، امور الشرع ديالنا، حتى في حياتنا. وفي الاخير نحب نوجه الشكر لاختنا وزميلتنا معده هذا البرنامج المنشطه ديالو اختنا امينه لونيسي، راكي قايمه بالدور ديالك، راكي جايبتها يعطيك الصحه في البرنامج ديالك المسار، وراكي كل يوم تفكرينا شخصيه، سورتو الخطره هذه الشيخ شمس الدين يستاهل منك كل التفاته، يستاهل منك كل خير، كل المجهود، ويستاهل منك كاع يعطيك باسكو صح الشيخ ديالنا ونحبوه ونقدروه ان شاء الله. الله يحفظك يا شيخ، هذه اول رساله من زميلنا بلال بجريده النهار. وهذا بلال حاجة بزاف جميلة، يعني رجل طيب وقلبه أبيض وأنا أحبه يعني، وكين نشوفه نفرح، ولازم تكون بيني وبينه حوار ولا فكرة ويحادثني ويتصل بي وأنا أتصل به. هذا من أجمل ما رأيت في النهار والحمد لله. الحمد لله، هذه شهادة في حقه والله، ولكن أنا أحبه يعني. ولكن أنا حابة نعرف، يعني أنا حابة نعرف، وقتلني الفضول لما قلت له هذه الطفلة ماشي هي، وشنو هي المواصفات اللي هو كان يبحث على بنت للزواج، وأنا كان اتصل بي إنسان عنده بنت للزواج، وخلاص أنا ظننت بلي هذه توالم له، فجيت اقترحت له، قلت له يا ودي كاين إنسان بنته كذا، ولكن لما عاود اتصلت برجل وإذا بي يفاجأني بأنها مطلقة، وهو ما كانش قال لي هذه المعلومة في البداية، وما هوش عيب أن البنت تكون مطلقة، ولكن الناس لها أهواء، ولا أكيد. إنسان لا يحب امرأة مطلقة مش معناتها هي فيها العيب، ولكن هو لا يريد ذلك. فلما قال لي مطلقة أنا علمت باللي لأنه هو أعزب ولم يسبق له الزواج، فعلمت بأنه لا يريد ذلك. هذا ما كان يعني، وإن شاء الله ربي يكون جاب لها رجل صالح يحميها ويسترها. وبلال من سمع الحق ما تلاقيت به بعد ذلك، أظن أنه خلاص اختب وانتهى الأمر، يعني هنيئا له، العازبات يشربوا الماء، خلاص بلال وخرج من ألف مبروك لزميلنا بلال، الحمد لله، تحية. طيب أعود إليك شيخ شمس الدين، هل تبسيط في الفتوى لا يخرجها من أصولها؟ هو اصلا الفتوى لابد تكون بسيطه، لان انسان اللي يسحق فتوى ما مش العلماء،
العلماء يعرفوا الحل. واحد عالم كبير واش يدير بالفتوى تاعك انت؟ وانما الفتوى شكون يحتاجها؟ الناس بسطاء ما واش عارف كيف يدير مسكين. ولذا كنت اذا تروح تزيد تغرقوا وتذكروا المصطلحات التي لا يفهمها الا اهل العلم وما راكش تفتيله وهنا راك تبين فيها وراك بلي تعرف. اذا الفتوى لازم تكون بسيطه ولكن الفتوى لازم تكون حق. لذلك انا نقول لكل الناس وشنو هو المنهج تاعي في الفتوى. انا اعتمد ان الفتوى تكون صحيحه. نعم. اما الطريقه كيف نوصلها له هذه طريقه تاعي. طيب الطريقه هذه نشوفوا فيها بانك تتفاعل مع المشاهدين. كيف ما هو السر؟ لاني نحس بها. انا مانيش نادي في دور، انا مانيش ممثل في مسرحيه. نعم. ولا راني نادي في دور في فيلم سينمائي. انا مفتي نحس بالانسان. انا لما مرة تتصل تقول لي راجلي يشرب الخمر ويدخل دار سكران نحس بها مسكينه ومنحس بالمصيبه اللي نازله بها. لما يتصل بي رجل يقول لي طردوني من العمل وما عنديش باش نوكل ولادي نحس به في قلبي الداخل. نعم. وبالتالي ما نوليش نأدي الضوء. أني نعيش هذيك اللقطة نحس بها من قلبي وهذا اللي يحسوا بها الناس. شوفي الجزائري بالك مسكين ما يفهمش. بالك كاين جزائريين ما يفهموش لأن مستواهم محدود ولكن يحس بلي الصح واش راك تقول ولا تكذب عليه. نعم. يعني إحساس. أنا لذلك نعتمد الصدق. أنا الفتوى تكون صحيحة ونبسطها لازم نبسطوها. طيب ما هي مصادرك في الفقه؟ أنا مصادر أنا الفقه المالكي. أنا أعتمد على خليل في الفتوى وعلى المرشد المعين وعلى رسالة أبي زيد القيرواني وعلى الكتب الإمام الأخضري وعلى الميارة وعلى ابن حمدون وعلى المدونة وعلى ابن رشد وعلى الدسوقي والحطاب وعلى الخراشي وعلى الرهوني وعلى المعيار كتب الله. المالكية. نعم. وفي تفسير القرآن عمدة الإمام القرطبي وبعد ذلك الإمام الطبري وبعد ذلك الإمام ابن كثير وهكذا. أنا عمدتي هي مراجع أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي الفقه وفي كل شيء. وهو كذلك. طيب من خلال شيخ شمس الدين خلال مشاركتك في برنامج ما وراء الجدران بقناة النهار الذي يعرض على قناة النهار، يعني شاهدنا ردود فعل غاضبة في السوشيال ميديا حول دورك، يعني برأيك لماذا؟ اولا ارضاء الناس غايه لا تدرك. انا اولا لازم الناس تفهم لي انا لست النهار. انا ماشي انا النهار، انا الشيخ شمس الدين عندي حصه في قناه اسمها النهار. نعم. هذا ما كان دوكا تجي مشكله يطرحها انسان يجي هو برجليه للبرنامج يطرح مشكله، انا واجبي نجاوبه شرعيا. انا حاسبني على الجواب تاعي ماشي على وجودي. يعني هل هذا الإنسان اللي جاي يرمي أخوه أنا شجعته ولا أنكرت عليه؟ لكن في البعض مثلا يعتبروها شيخ شمس الدين أنها فضح لأسرار بيوت الناس. وأين فضح أسرار الناس؟ هو جاي وجاي وحوس على قناة إحنا وإحنا له للدار وفضحناه. هذا إنسان يجيب رجليه يقول كان إحنا رمي أخويا في دار شيخ وخولة بابا. إذا ما صابش من ينكر عليه وش علي؟ هذه وجهة نظر، من حق الناس أن يختلفوا ولكن ما تفرطش علي رأيك. ما يفرطش علي رايه واش عليه. البيوت اسرار، البيوت اسرار. لي من قاعده في البيوت اقعد في بيتك لك سيرك. ولكن لما تخرج هو يجي الى قناه فضائيه كما شفتي، ياتي الى قناه فضائيه باش يتبرأ من يماه ولا باباه. واش كنت تستنى ونسكتوا عليه؟ ننكر عليه. انا حاسبني هل وافقته؟ اما اذا انكرت عليه الاستاذ يجاوب بالقانون وانا نجاوب بالشريعه. ثم نقول لكم هذو جماعه للبيوت اسرار. نعم للبيوت اسرار، ولكن الان مع الثوره الفيسبوكيه والتويتر والواتساب والانترنت يا مشاكلنا اصبحت موجوده في المجتمع لابد لها من حل. لما نجو احنا نصيب لها حل يجينا هذا تعال البيوت أسرار. لا احنا جبناه بالقوة. طيب هل هناك حالات من خلال هذه الحالات التي عرضت وين نجحتم في معالجة المشاكل ديالها؟ ماشي حالة واحدة، عشرات الحالات. الأمور أنا أمامي إنسان جاء الشيخ دار نداء باش يجيب مرته من فرنسا. نعم. أمامي عطالو 500 مليون وقالوا ما نعطيهالكش حتى يجي الشيخ شمس الدين، وكنت مسافر في وهران ودخلت على جالو. 500 مليون في لحظة واحدة تمدت. نعم. لأن دانا الونيدة عشرات المرضى اللي يعالجوا، عشرات المشاكل التي حلت. ناس كانوا مقدمين على معصية الله من خلال البرنامج لما نبهنا، وما كيش احنا في البرنامج ماشي اللي يجينا نوافقه. نعم. إذا كان غلط ننكر عليه نسكيو عليه قال لا تفعل هذا.
لا مشاكل حلت، ثم أن كاين ملايين من الناس يتبع البرنامج. إذا أنت ما يعجبكش البرنامج وش عليه؟ مش واجب يعجبك، لازم الناس تفهم هذا، مش واجب يعجبك. ما عجبكش البرنامج ما تشوفوش. وثم قل لي الآن، أنا شفت في قناة فضائية جزائرية والله رأيت بعيني داروا حصة كيف نربي الخنازير، حتى حفظتها، قال لك توكلوا لي كاغوت ويخرج له الشعر وكذا. قل لي هل أنكرتم عليها؟ هيا كونوا رجال، كون منصف. قناة النهار، قناة النهار أنا ماشي مسؤول عن النهار باش ندافع عليها، ولكن كلمة الحق، قناة النهار ما دير فيلم هندو، ما دير الأغاني، ما دير المسرحيات، ما كاين قناة إخبارية. فأنا وين كان لازم نكون؟ هل شمس الدين يخشى من لومة لائم؟ لا 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 لا، أنا لا أخشى، قلت لك لا أخشى إلا الله وذنوبي. أنا طيب أخاف من ذنوبي. طيب ترد على منتقديك؟ إذا كان الحاجة لازم نرد نرد. لما يكذب علي نرد عليه. كما إنسان أحدى في اليوتيوب جاب ما اسمه خالتي محقورة، وقال هو قال باللي خالتي محقورة أعطتني دراهم باش ما نخليش نسيبها يجوز في وراء الجدران. أولا أنا وراء الجدران مانيش مسؤول فيها، أنا ضيف. وهذه فكرة أن أعطتني دراهم كذبة غير صحيحة. وما حبيش نتابعه قضائيا لأنه شاب صغير مسكين، وإنما لعبوا به أصحاب السياسة. هذا كذب علي، والله كذب علي. عمري أنا ما تلقيت دراهم ولا جاءوا الناس حبوا يعطوني دراهم. أنت ضد تسييس الدين والفتوى يعني؟ أنا مع إنسان كيقول لبان الحي يبيع اللبن. قلت باللي انت مفتي لازم تفتي، ماشي تبيع الفتوى. انا ما كاين حتى انسان يعطيني دراهم باش نفتيله، معاذ الله معاذ الله. فهمت يعني؟ هذا ما كان لي ينتقدني، اذا كان نشوف لازم نرد عليه نرد عليه عادي جدا، وهكذا ينجح العلم. عبر ماذا ترد؟ عبر الحصة؟ اذا كان اذا عبر الحصة نرد عليه، عبر الحصة. إذا, اذا 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 ينتقد الحصة ويكذب عليها. مثلا مؤخرا انا قلت الذي لا يحب الواد فهو مريض بحاجة إلى علاج. نروح نقرأ الإنسان يقولهم شوفوا كيف يقول الذي لا يحبني فهو مريض بحاجة إلى علاج، فهذا يكذب علي. وما تغلبنيش بالكذب، تغلبني بالصدق. أنا قلت الذي لا يحب الواد يعني مدينة الواد، لأني زرتها خاص غير يديروني فوق قيصانهم. أنت تحب السفر أصلا؟ وأنا أسافر وألتقي بالناس تحب والحمد السفر. لله سافرت، جبت كل القطر الوطني ولا مازال؟ أظن أني رأيت أغلب. شحال قعد لك من منطقة ما زرتها؟ أظن قليل، قعدت لي إهرير، وزرت بوش باجي مختار، زرت جانات، قعدت لي بعض المناطق. كم؟ أنا أحب كم؟ 10 16؟ لا 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 لا، أقل بكثير من 10. أنا شايف أغلب الجهات الوطنية يعني. ولكن كاين بعض أماكن أظن أني ما شفتهاش كأدغال. مثلا أنا خمسة مناطق، خليني أقول لك، طمنراست أكبر من فرنسا. أنا ذهبت وزرت طمنراست ولكن هي أكبر من فرنسا، يعني داخل هذه الولاية كاين أماكن لم أراها. صحيح. الجزائر قارة يعني. الجزائر أكيد قارة. أكيد نعم. يعني أوكي، خلينا نروح نشوف ثاني رسالة. السلام عليكم شيخ شمس الدين. وعليكم السلام ورحمة الله. شاوش من جريدة النهار. بما أنه استضافوك اليوم في برنامج المسار على إذاعة شمس، بيودي أن أطرح عليك سؤالين. السؤال الأول يتعلق بالجمعية التي كان ينشط فيها أو التي كان يرأسها شيخ شمس الدين، يعني تم حلها في وقت مضى، لماذا لم تعد هذه الجمعية إلى النشاط، خاصة أنه الكثير من الشباب الجزائري يعاني من يعني مشكل البطالة بدرجة أولى، والعنوسة أو التأخر في الزواج بدرجة ثانية، ويعني هو ممكن أنه يعني هذه الجمعية هذه تساعد الكثير من الشباب على الزواج. سؤال ثاني اللي نوجهه الشيخ شمس الدين، يعني دائما نرى هناك ملاسنات أو يعني عدم توافق ما بين الشيخ شمس الدين والتيار السلفي في الجزائر، لماذا بالتحديد هذا الخلاف دائما نراه يعني أو أغلب الأحيان مع الشيخ شمس الدين وليس مع مشايخ جزائريين آخرين؟ شكرا. نبدأ بالسؤال الثاني. شكرا صديقي وحبيب قلبي أمين شاوش.
والله يا عم داك وأنا أحبك يا علم الله وهذا رجل طيب و... أنا نبدأ مع موضوع التيار السلفي. أولا التيار السلفي ما هوش مشكلته مع الشيخ شمس الدين الجزائري، مشكلته مع الجزائر مع الجزائر مع المرجعية الجزائرية. أنا لي كفر بن باديس ما نقدرش نسكت، كتبوا رسالة القول الوافي في رد على من زعم أن ابن باديس سلفي. إذن الإمام ابن باديس هو مرجعية العلماء المالكية. نعم إمام أهل السنة. نعم يجي إنسان يعني يكتب رسالة يحذر منه ويبدعه ويضلله، واحد آخر يألف رسالة يحذر من الشيخ بالكبير ويقول أضرار مدينة الشرك. أنا لا أسكت، مشكلة السلفية لأنني أنا لا أسكت. أما الشيوخ اللي يرضاو باش يشدوا العصا من الوسط ويسكتوا، كيف 250 ألف قاتل في الجزائر قتلتهم الوهابية، الفكر الوهابي، مساجدنا أحرقت، زوايانا أحرقت، شيوخ الزوايا ذبحوا ذبح النعاج، أكثر من 700 إمام ذبحوا ذبح النعاج، بعضهم ذبح فقط لأنه كان يقرأ برواية وش. الفقه المالكي يحارب، العقيدة الأشعرية تحارب، التصوف السني يحارب، وبعد ذلك تقول لي أسكت؟ أنا أسكت على أنا لا أسكت، لا أسكت، يستحيل أن أسكت. لكن ربما هذه الفئة هي الفئة الضالة منهم. إيوه نحن يعني نعود على الفئة الضالة. يعني نعم، لأنه حتى الشيخ علي عيا اليوم قال بأنه في ناس راهي تدخل بطريقة خبيثة، يعني يدعون ربما الإسلام. جيد نحن ربما نحن فئة ضالة منهم. خلاص إذا نحن نعود على الفئة الخبيثة وعلى الذين يدعون وعلى المتمسلفة. لذلك أنا أقول المتمسلفة الذين يزعمون أنهم ينتمون إلى السلف يعني والسلف براء منهم. يعني أنت ترى بأنهم ليسوا حقيقة سلفيين. خليني يعني أقول لك يا أختي، كل من ينتمي إلى الأئمة الأربعة فهو سلفي، لأن الأئمة الأربعة هم أئمة السلف. الإمام مالك هو إمام أهل الحديث وإمام أهل المدينة. الذي زكاه هو رسول الله. يأتي إنسان الآن يقول لك لا ما تتبعش الإمام مالك، تبع أبو نقيطة وأبو خليطة وأبو فلان. نعم. أنا ضد هذوما. ثم أنهم على العقيدة اليهودية. أنا أثبت في كتابي جذور البلاء، هو مطبوع 500 صفحة، لكن أنا أثبت أنهم على المنهج اليهودي وهو التجسيم في العقيدة. تنحيل العقيدة على العلماء تعنا وجبن العقيدة اليهودية. أنا لا أثبت. لكن هل كتاب جذور البلاء فتح باب الابتلاء؟ جذور البلاء افتح علي أبواب. يعني هذا الطائفة شتموني وسبوني، لكن كان عندهم طريق جيد. لو كان عندهم أخلاق وشنو يردوا علي؟ هذا ما كان. أنا كتبت كتاب يا أخويا، كنت تقول بلي كتاب تاعي هذا خطأ، أرد علي وينجح العلم وينتصر العلم. لكن لما تسبني وتهددني وصلوا هددوني حتى في حياتي. و بماذا هدد؟ يهددونني بكل شيء، بالقتل مثلا؟ اكيد باش يهدوهما، لا يحسنون الا القتل. هددوني باختطاف بناتي، هددوني بكل شيء. انا كتبت كتاب فضحتكم امام الشعب الجزائري، عندكم علم ردوا علي، هذا ما كان. ما عندكمش علم اسكتوا وحشموا على روحكم، لان الشعب الجزائري هذا عمره ما تخلى على السنه. عمره ما تخلى على السنه، وراكم شفتوا الفضائح تاع المشايخ نتاعكم في السعوديه. راهي خلاص الامور بانت كش ما بقى، حابين يخرجونا من العقيده الصحيحه. اعطيني مثال. نعطيك مثال. مثال يقولون بان المولد النبوي بدعه. نعم هكذا. نعم وحنا الشعب الجزائري نحتفلوا بالمولد النبوي. نعم. لأن الاحتفال بالمولد ما يسحقش دليل، لأنك أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام. بما أنني أحب رسول الله، نحب رسول الله، نحب النهار اللي زاد فيه، نحب ولاده، نحب بناته، وهكذا. شيخ شمس الدين، هناك من يقول بأنه اليوم الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين هو نفس اليوم الذي توفي فيه. هذه من الشبهات اللي يجيبوها. إذا كان لما يموت إنسان إحنا مطلوبين بأن نكتم الحزن، وفي نهار ولاده الولادة تاعو مطلوبين باش نفرحو نديرو العقيقة. نعم. إذا حنا نروحو نظهر الفرح بمولده. خليني نقول لك، أنت قلتي لي أعطيني مثال. لكن في السعودية عندهم اليوم الوطني يحتفلوا به، والجنادير يحتفلوا به، وأسبوع محمد بن عبد الوهاب يحتفلوا به، ومتحف لابن عبد الوهاب فيه تقاشر وصباطه وتريكو تاعو يحتفلوا به. إذا يوم الشجرة ساكتين، يوم البقرة ساكتين، يوم الزوبية ساكتين، يوم العمال، يوم المرأة، يوم إلا يوم المولد بدعة.
انا راني ضد هذا المنهج، ماشي ضد السلف، حاشا لله حاشا لله. كيف نكونوا ضد السلف وانما الشعب الجزائري؟ لكن هناك شيخ، نعم، هناك من يحرم كل الاعياد ويقول بان الله كرمنا بعيدين، عيد الفطر المبارك وعيد الاضحى المبارك، جيد، ويوم الجمعه اللي هو عيد المسلمين، نعم، لانه يوم مقدس. هذا هذه اعياد دينيه. هذه اعياد دينيه. العيد، نعم، الديني لا ينفي العيد الوطني، نعم، وذكرهم بأيام الله. يعني لما يكون عندنا عيد ديني خلاص ما يجوزناش نزيدوا نديروا عيد ديني، نعم، انتهى، ما نقدرش دوك نختاروا عيد ديني لأنه عيد ديني، نعم. ولكن في الحياة الدنيا ما وش مانع واحد كما احنا نحتفلوا بيوم الاستقلال، نعم، لأن يوم الاستقلال عادة وليس عبادة. عادة وليس عبادة، نحتفلوا، نعم، باليوم الاستقلال في على فرنسا، نعم. ما وش مانع أن تكون عندنا أعياد وطنية. العيد الديني وقت يكون حرام لو كان نختاروا عيد ديني، ولكن الحمد لله الشعب الجزائري ما اختارش عيد ديني، ما زال، نعم، عيد، نعم، الفطر. لكن اوكي، لكن ماذا عن اعياد مثلا اعياد الميلاد؟ لما نتحدث على عيد السنه الميلاديه شفنا بانه حتى في الجزائر انتشرت هذه الثقافه، وين اصبح استطيع القول بانها اصبحت تقليد، يعني في جزائريين ولو يقلدوا يحتفلوا براس السنه. هو المشكل في عيد الميلاد انه عيد نصراني. يعني هل يجوز لا يجوز للمسلم أن يحتفل بأعياد النصارى، نعم. المسلم ما يحتفلش بأعياد اليهود، المسلم ما يحتفلش بأعياد الهنادكة، ما يحتفلش بأعياد البوذيين، وعليه ما لاك مسلم. هذا عيد رأس السنة، هو عيد مسيحي نصراني تاع النصارى، نعم، ويديروا فيه لابيش اللي هي الشجرة التي، نعم، صلب عليها المسيح، نعم، ويأكلون المسيح عليه السلام. فهذا عيد نصراني خلاص، والمسلم. لكن شيخنا أيضا، يعني أنا نعطيك الوجهة الأخرى، بأنه مؤخرا كانت معنا سيدة البيضاء مسعيون قالت بأنه أنا حتى في أعيادهم نجمع أبنائي ونعيد عادي، ولكن أنا أبنائي نقول لهم القصة الحقيقية تاع سيدنا عيسى عليه السلام. جيد، واش عليه إذا كنا، يعني طريقة أخرى. جيد، إذا كنا نغتنموا الأحداث العالمية باش نقولوا لأولادنا الحقيقة، نعم، واش عليه؟ هذه ما جاء رأس السنة لايمة ولادها وحكت لهم أن سيدنا عيسى ليس إله كما يعتقد هؤلاء، نعم، وأن ربيش هذه من البدع. جيد، أنا لا بأس، اغتنمي هذه الفرصة وقروي ولادك القصة الحقيقية للمسيح، ولكن هذا لا يسمى احتفالا، لا يسمى احتفال، هذه مناسبة يغتنمها الإنسان ويفهم ولاده. كما يناير، دوك يناير عيد تاريخي، يناير عادة وليس عبادة. الناس يديروا طعام ويلايم العائلة تاعو ويشكروا ربي على السنة الفلاحية، فهذا يجوز. ولكن في جهة أخرى يقولوا يناير هو رب الماء، هذا خطأ، هذا خطأ، صح، هذا ليس هو يناير، هذا انتم ابتدعتم، نعم، هذا انزار، وحتى في انزار ابو الماء، نعم، نعم، لا يصح ان يقال هذا. والقبائل براء من هذا، نعم، القبائل براء، الامازيغ براء من هذا. اذا هي عادة جاهلية تخلوا عليها، نعم، هذا الناس عاودوا حياونا العادة الجاهلية، نعم. طيب سيدة البيضاء من سعيد تركت لك هي الاخرى رسالة، خلينا نروح نسمعوها مع بعض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بادئ ذي بدء دعوني أشكر من أتاحت لي هذه الفرصة، الأخت البنية الأستاذة الصحفية السيدة أمينة يونسي، هي معدة لهذا الحصة ومشرفة عليها أيضا، ونشكرها ونتمنى لها التوفيق في مسارها. أنا أتوجه للسيد الشيخ نبراس قناة النهار، الله يحفظك يا رب، في شؤون دينية شمس الدين، جمعة مباركة، صباح الخير، مساء الخير، نتمنى لك الصحة والعافية والتوفيق. والله بمجرد ما أعطوني هذه الفرصة فكرت في ثلاث نقاط. نقطة، كنت وأنا أتابعكم على المباشر في النهار، تكلمتم مع سيدة رسلت لكم رسالة تشتكي الشكوى نتاعها، ما عرفتش أنا إذا كان هذه الشكوى هذه كانت، أنا سمعتها وكانت ثقيلة جدا وضرتني، لأن أنا أعرف
ما يضر المرأة وما يحطمها هي عندما الزوج يبدلها ولا يروح لمرأة واحدة أخرى، مع أنها ذكرت أن هذا السيد هو كالفراشة ينتقل ماشي من بلد إلى بلد، هو ينتقل من دولة إلى أخرى تقريبا، نقول البلاد معناتها نهضر على الولايات ولا الداخلية ولا أماكن، هو ينتقل من دولة إلى دولة وتزوج في كل دولة يروح يتزوج فيها. والله الإجابة نتاعك سيدي الفاضل ما فهمتش لما قلت لها هذا، خذيتها من ناحية الدينية نتاع التكاثر ولا هذا، لكن لما الزوج يروح ويخلي زوجته مع الأبناء ويروح لمكان آخر ويعاود الزواج ويدير زواج في دولة واحدة أخرى ودولة واحدة أخرى، كيفاش راح يتصرف وكيفاش راح ينتبه للأبناء وكيفاش راح يربيهم وكيفاش راح يدير الأسرة الصالحة هذه، يديرها في كل يعني منين جاتوا هذا القوة هذه باش يقدر يهز هذه المسؤوليات. والإجابة نتاعك أنت شجعته، يعني أنت شجعته وقلت لها خليه إن شاء الله يزيد يدير وحدة في ليبيا والله ما على باليش وأنا دولة أخرى. والله ما ماذا بي توضح لي أنت كرجل وأنا كامرأة أنا رفضت هذا وما اقتنعتش به. كاين حاجة ثانية لاحظتها دائما لما تتكلم عن المرأة والرجل وكأنك، اسمح لي سيدي الفاضل، اسمح لي اسمح لي معذرة ألف مرة، أنا بما شعرت أنا صادقة معك ومن ما نفقكش نقول لك الحقيقة، كيفاش دائما ترفع من شأن الرجل وكأنه ملاك فوق الأرض والمرأة لازم تطيعه وتستمع له وانا نشوف من ناحية واحدة أخرى أن الاحترام لابد أن يكون متبادل، والزوج هذا لابد أن تتوفر فيه كل الشروط، إذا توفرت فيه الدين والأخلاق والتربية والمعاملة والسهر وعلى راحة الزوجة هذه ويخم عليها ويدير لهنا لازمها تبادلوا بنفس الشعور. وإذا كان رجل أناني يخم غير على روحه يدخل لازم يلقى الغداء ولازم يلقى الخبز ولازم يلقى الدار مهيئة ولازم يلقى كل شيء نتاعه واجد، وهو عنده غير العامل برا وهي عندها تربية الأولاد وعندها المطبخ وعندها الغرف الأخرى وعندها 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 مهام كثيرة، أنا نقول كثيرة متعددة ومسؤوليتها أكثر من تاعه، أنت تزيد تقول لها باللي لازم طاعة الزوج ولازم اللي ما يرضاش عليها زوجها تروح للنار ولازم هذا ولازم هذا. أنا نقول ماذا بيا تزيد تقول باللي الرجل إلا ما رضاتش عليه زوجته إذا بكى هذا الولية هذه وإذا كان ضرها وإذا كان الإهانة وإذا كان وإذا كان حتى هو يعاقب. أنا ننظر لها من أن المعاملة ونأخذك العبرة والدرس والمثل الأعلى للرسول صلى الله عليه وسلم ومعاملته ومع نسائه. احنا ذركا نقول لك ممكن انا ما نعممش، كاين نسبه نتاع رجال الله يسمح لهم يعني في المستوى وكل شيء، وكاين البعض منهم ماخذ هذا الرجوله نتاعو كقوه ويزيدوا يتباهوا بالايه قوامون عن 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 النساء استغلوها فيهم هما، عطوها شغل وسام العمارهم باش هما دائما يتفوقوا. أنا ضد هذا، أنا نحب الراجل مع مرته كيما نقول لبنتي تحترم زوجها نقول الابن يحترم زوجته والعكس صحيح، لازم يكون الحب متبادل، شعور متبادل، تفاهم، يهزوا المسؤولية مع بعضهم، يهزوا القرارات مع بعضهم، هو أمشي مخشوك خاف يلا أنا قلت هكذا تمشي هكذا ولا ما عجبكش الحال دار باباك يلا والولاد وهذا وهذا يا سيدي ماذا بينها العدل بين الزوجين. كان عندي سؤال طرقنا له في الحصة مع الأخت اليوم شعائر دينية،
أنا ما عرفتش، أنا ما جاوبت عليه، ما دخلت في هذا الموضوع لأنني لست متأكدة. كل ما أعرفه بالنسبة للديانات هو أن نتعايش ونحترم بعضنا البعض، وماذا بنا ننشر الإسلام ونخدم على الدين، لكن لا إكراه في الدين، وكل واحد بالتي هي أحسن. لكن سؤال نتاعي، الكنيسة، هل الدولة الجزائرية إذا أرادت الديانات الأخرى كما الكنيسة ولا لا سيناغوغ يقولوها بالعربية النصرانية، معناتها يبنيو كنيسة دركا في الجزائر مثلا، هل المدين اللي يدينوا بالدين المسيحي هل يسمح لهم باش يديروا الكنيسة؟ أنا ما عرفتش نجاوب على هذا، الإجابة إن شاء الله نلقاوها عندك. بسم الله، شكرا جزيلا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. خلاص نقدر نجاوب. بادئ ذي بدء، دعوني المخرج أشكر من أتاحت لي هذه الفرصة. أين هو المخرج؟ الأخت البنية. نعم الأستاذة. انتهت ممكن نعم الرسالة، أكيد لك ذلك، ولكن نزيد نسمع رسالة أخرى وبعد تجاوب عليهم، تجاوب عليهم مع بعض. سيدي الفاضل، أولاً وقبل كل شيء أتقدم لك بجزيل الشكر والامتنان على اعتدالك والوسطية نتاعك اللي موجودة، اللي هي موجودة في المجتمع الجزائري، لأنك ماكش متشدد، وأيضاً إنك توجه وترشد وتعتبر بمثابة الأستاذ والإمام الموجه، هذا شرف لي وبدون مجاملة، خصوصاً عندما تتكلم عن أبو خليطة، لأن هؤلاء ربما هم أسباب الانحراف المجتمع الاجتماعي، وأسباب الانحراف أيضا ثاني كذلك، وأسباب للتعصب، هم أسباب متعصبين. هذه الأسباب كلها ترجع لأنهم نعتبرهم أنا بمثابة فساد في المجتمع الجزائري، هذه من جهة. من جهة أخرى قلت الوسطية والاعتدال، لأن الدين تاعنا دين اليسر ودين العسر، وهذا ما وفقت فيه، ومزيدا لك على كل حال من الفقه ومن الاطلاع، وخصوصا ما عجبني هو أنك تبحث في قضايا المجتمع الجزائري، حتى يعني وصلت إلى البحوث اللي هي موجودة حتى في الأنثروبولوجيا الثقافية، وربما بعض التفسيرات يعني تقول راني نفسرها وحدي وكذا، فهي فعلا يعني مقبولة ولها أهمية كبيرة، لأنها هي تدخل في إطار الوسطية والاعتدال. هذا من جهة. من جهة أخرى لاحظت في ما وراء الجدران، في الحقيقة والله برنامج ثاني لا يستهان به، ولكن ما وراء الجدران من المفروض أن هناك يكون معكم طبيب نفساني، لأن هناك من يمثل، وأقولها يعني بكل صراحة، لاحظت هناك من يأتي إلى التمثيل لا يأتي إلى الحقيقة، هناك بعض الناس يأتون للتمثيل، ولذلك لابد هذا ما وراء الجدران أتمنى أن يكون يعني صورة واقعية من أصالة المجتمع الجزائري، ليس مملوء بالخرافات وبعض الشعوذة إلى غير ذلك. فلذلك سيدي الفاضل شيخنا الفاضل، في الحقيقة أيضا ثاني كذلك ربما في التوجيهات نتاعك اللي هي موجودة، خصوصا إلى الأئمة، لأن الأئمة في بعض الأحيان لابد أن ترشد، وقناة المباركة قناة النهار اللي راه يعني معظم الجزائريين اللي راهم يتبعوا قناة النهار ويتبعوا خاصة المسار، برنامج المسار الذي أصبح على كل حال خرج من الحدود الجزائرية وأصبح في القارات الخمس، يتجول في القارات الخمس، على الأقل توجيه وإرشاد، هذا التوجيه وإرشاد الأئمة أنهم يهتموا خصوصا بالمشاكل تاع المجتمع، ومشاكل القرية، ومشاكل المدينة، ومشاكل الولاية، ومشاكل لكي ثم بعد ذلك، هذا مش على أساس أن الإمام يبقى متمسك إلا بخطبة الجمعة فقط، بخطبة الجمعة لا، الإمام فهو بمثابة على كل حال الأسرة الكبيرة اللي يسألوه، اللي إن كان هناك مشكل صحي،
مشكل اجتماعي، مشكل أسري، مشكل زواج، مشكل طلاق إلى غير ذلك. فالإمام هنا لابد أن يتدخل ويكون على كل حال مرشد وموجه، لأن احنا الدين تاعنا لحد الآن أننا نحترم الدين تاعنا والقدسية تاعنا، الدين تاعنا ما فيهاش نقاش. وبهذه الطريقة